صباح الخير والهنا والسعادة والنصر والرزق دايما يا رب، ويوم جديد وعشرة الصبح في الأهل يا رب، كده يبقى يوم جميل ويوم على قد ما نقدر نحقق فيه حتى لو أولى خطوات أي حلم بنتمناه، بس المهم زي ما احنا بنكرر السعي. صباح الخير. صباح الفل والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كيمو. وألف سلامة عليكي. أنا عرفت إنك كنت حزين امبارح من غيري جدا. كان في شجن في الانترو بتاع الحلقة ما حكيتيش. الدمعة كانت بتفر من عيون كل الزملاء ورا الكاميرا. الحمد لله على السلامة. كان برد فعلا في المعدة. بص بقى، أنا عايزة أحكي لك بصراحة. تكييف ولا مش ولا تكييف؟ أنا بقى دي حاجة مهمة جدا أقولها، لأن ما طلعش أنا الوحيدة اللي حصل لي الدور ده. الواحد بيبقى نايم عادي جدا مفيش أي حاجة كويس، بس بتشغل التكييف على حرارة مثلا 19 17 18 كل ده غلط جدا، وتنام وبعدين تصحى تلاقي نفسك مش تمام أبدا، تلاقي نفسك عندك وجع في المعدة، ده بيبقى اسمه برد المعدة. ده ما حصليش أنا بس، كذا حد لما امبارح يعني ناس بتكلمني بتطمن عليا مروا بنفس الدور. فخلوا بالكم، الجو حر، احنا طبعا بننام مش قادرين، في رطوبه كمان عاليه جدا الاسبوع ده، ولكن بلاش نعمل التكييف على درجات حراره منخفضه، لان احنا هنصحى لا قدر الله فعلا تعبانين. فده عن تجربه انا بقول لحضراتكم، يا ريت نخلي بالنا قوي من النقطه دي. بتحصل لناس كتير جدا من التكييفات ومن المراوح، وبالذات لما تكون موجعه بشكل مباشر، لان الواحد مع الحراره والرطوبه بيبقى عايز يقعد بين الريش بتاعت التكييف، فاهمه ازاي؟ جوه التكييف. هو مفيد جدا من ناحيه، بس من ناحيه ثانيه لازم نتعامل معاه بحرص، لان بينتج عنه كميات وافره من ادوار البرد. انا بتفق معاك. وقبل ما نبدا تسمح لي بس اقول حاجه سريعا جدا برضو، لان ده يوم بالنسبه لي يوم مهم جدا. النهارده عيد ميلاد والدي، فانا بس كنت سريعا عايز اقول له كل سنه وحضرتك طيب يا رب، ويديك الصحه ويدي اهالينا كلهم الصحه يا رب، ويجعلنا دايما بارين باهالينا، لان اهالينا ما فيش حد بيخاف علينا ولا حد ضحى عشانه عشاننا زيهم. فيا رب نكون بارين باهالينا لما بيكبروا وبيبقوا محتاجيننا. ربنا يديكوا الصحه دايما يا رب، ويخليكوا زي ما بيتقال كده بجد تاج على راسنا. عقبال مليون سنه، كل سنه وحضرتك طيب، ويا رب يسعدك ايامك كلها. ممكن سري بقى. ممكن سري. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. ننوه بقى النهارده معانا ثلاث فقرات بقى، بس ثلاث فقرات مهمين يا كريم. جدا جدا. الفقره الاولى هنتكلم من خلالها عن نتائج كره اليد في اولمبياد طوكيو، فقرتنا الثانيه هنتكلم فيها عن السباحه المصريه وما تحقق وما لم يتحقق برضو في اولمبياد طوكيو، واخيرا وليس اخيرا هتكون معانا فقره عن اللايف كوتشنج واهميتها في حياتنا، واهميتها بالنسبه لتاهيل اللاعبين نفسيا بصفه خاصه. ملف مهم جدا طبعا. التاهيل النفسي، وهنفضل نتكلم عنه كتير، لان ده جزء لا يتجزا من نجاح اي فريق واي بطل رياضي. الشق بقى الاولاني واول فقره زي ما كريم نوه، احنا هنتكلم عن كره اليد وهذا المنتخب المصري المشرف حقيقي، اللي يعني محقق لحد دلوقتي انتصارات عظيمه جدا. احنا بنتكلم يا كريم في منتخب اليد فايز دلوقتي على البرتغال، على الدنمارك، على اليابان، على السويد، على البحرين. خسرنا بس من الدنمارك. احنا خسرنا بس من الدنمارك، بس الدنمارك زي ما احنا عارفين هو بطل العالم طبعا. فانت بتتكلم في فوز برتغال، يابان، سويد، بحرين، اربعه فوز وخساره واحده امام بطل العالم. فمش بندي لنفسنا مبرر، ولكن ده بيعتبر برضو انجاز محترم جدا. فمنتخب في غايه التالق، ان شاء الله ربنا يوفقهم كمان، اللي احنا عندنا لسه مواجهه المانيا احنا بنتكلم عن ده، وان شاء الله ربنا يوفقهم. ومعانا على كل حال فقره كامله هنتكلم فيها في كل التفاصيل. خلينا نبدا بقى دلوقتي كلامنا، لان برضو يعني ملف مهم قوي اللي احنا عايزين نتكلم فيه ده ونبدا حلقتنا بيه، ومنظومه الكره، منظومه كره القدم المصريه في العموم. طيب احنا بعد ما هنروح او بعد ما نتكلم عن خروج المنتخب الاولمبي من ربع نهائي الاولمبياد، وبنتكلم ايضا على انتهاء الدوري بنهايه الشهر الجاري، والبدء كمان في المعسكرات بتاعه المنتخب الاول استعدادا بقى لتصفيات المونديال الشهر ان شاء الله المقبل. طيب هل هنا بنتكلم، او السؤال المطروح، هل سيتم يعني اجتماع مسؤولي اتحاد الكره ايا كان بقى هم مين، ويحطوا لوائح زي ما بتقال كده يعني تنظم او مظبوطه للمسابقات والعقوبات كمان للموسم الجديد، اللي هتبقى هنا بقى النقطه المهمه اللي هتطبق على الجميع ام لا؟ هل سيتم وضع جدول للدوري بينتظم على اساسه الجميع، ومراعاه مواعيد كمان المشاركات الافريقيه للفرق ولا لا؟ يعني عندنا اسئله محتاجين او يعني نتمنى يكون فيها عليها اجابه، مش بالورق بس لكن كمان بوضع النظام يا كريم للمسابقات طبعا. عشان نقدر زي ما بتقال كده نعرف راسنا من رجلينا. ده ملف بغايه الاهميه اعتقد. لازم يكون في تخطيط للمنتخبات في كل الفئات العمريه، عشان احنا عايزين منتخبات تشارك عشان تفوز في البطولات المختلفه بالزبط. منتخبات لا تعرف سوى الحصول على المركز الاول،
ومبدئيا كده حتى لو ما حصلوش على المركز الاول بس يتشال من دماغ الجميع فكره التمثيل المشرف، لان الجمله دي ابتدت تفقد معناها وابتدى يبقى دمها تقيل ووقعها مش لطيف قوي على قلوب كل الجماهير والمشجعين في كل مكان. التمثيل المشرف ده يا حضرات بيتحقق لما بنلعب لعب مشرف ونهدف يعني اهداف مشرفه ونفوز فوز مشرف، لكن فكره ان احنا نطلع من بره ومن اولها ونقول ده تمثيل مشرف، ما اعتقدش ان التمثيل ده هيتقال عليه مشرف قوي من وجهه نظر الكم الاكبر من الناس. خلينا دايما عارفين ان منتخبات مصر ما هياش قليله، احنا عندنا لعيبه على اعلى مستوى، ولكن كالعاده ينقصنا حسن التخطيط والتطوير. يعني ما ينفعش نلاقي منتخب شباب مثلا بطل لافريقيا ولما يتصعد للمنتخب الاولمبي او للمنتخب الاول يتاسس على مبدا التمثيل المشرف. ايوه يعني، وحتى مش هنقول امتى بقى نبتدي التخطيط السليم للكره المصريه، عايزين نقول يلا نبتدي التخطيط السليم للكره المصريه، لان مصر تستحق اننا نقدم لها الافضل. كره القدم والرياضه كلها هي لغه الشعوب والعالم كله يستحق ان يستمع الى لغه الرياضه المصريه، لان احنا عندنا لعيبه حقيقي على اعلى مستوى. بص بقى، بما ان انت اتكلمت عن النقطة دي واعتقد دي نقطة مهمة جدا وهي فكرة هنا يعني روح البطل اللي بتبقى موجودة في الملعب مع اي خصم كان، انا اعتقد احنا شفناها مع منتخب اليد. يعني منتخب اليد حقيقي، وده يعني زي ما بيتقال كده حق يقال، فعلا المنتخب ده بيلعب ومش فارق معاه مين الخصم، مش مهم انت الدنمارك، مش مهم انت البرتغال، مش مهم خالص انت مين، مش مهم تاريخك ايه، الرانكينج بتاعك ايه، انا بلعب لعب مشرف، انا بلعب بروح البطل. ده شفناه مع منتخب اليد. نختلف ونتفق بقى لو هنتكلم عن منتخب كره القدم، ولكن النقطه اللي كريم ذكرها او اللي احنا بنتكلم عنها دي في غايه الاهميه، لازم يكون في لعب بروح البطل. انا مش فارق معايا انت مين، انا مش لازم بس ادافع، انا مش لازم بس ابقى عايز اطلع اعمل تمثيل مشرف. طبعا احنا ايا كان النتيجه احنا فخورين، مش هنقدر ان احنا نقول احنا مش فخورين وايه اللي حصل ده، لا الحمد لله على كل شيء، بس اكيد اكيد كلنا كمصريين كان نفسنا ان احنا يعني نكون في رانكينجز ثانيه. على كل حال خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم دلوقتي لملف اخر، وهو ملف برضو بيدل على شيء، بيدل على ان في شغل موجود، في شغل على الارض بيتم، ملف كنا اتكلمنا فيه قبل كده ومستمرين مع حضراتكم فيه من وفيكم يعني بالتطوير على الارض خطوه بخطوه. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره الاهلي كانت قام بجوله تفقديه، ده كان بالامس في منطقه تحديدا العمل الخاصه بتشييد جراج النادي بفرع مدينه نصر. ده الملف اللي اتكلمنا فيه قبل كده، واللي كان الجمهور يا كريم هو اللي بيطلب، يعني الجمهور هو اللي كان بيطلب ان احنا عايزين حد يساعدنا في فكره هنا الجراج بتاع مدينه نصر، لان في ازمه هناك لو حضراتكم رحتوا طبعا في ازمه كبيره جدا هناك في الركنه، فاكيد لما نلاقي مشكله زي كده كان مجلس الاداره حريص جدا انه يلاقي حل. طب ايه اللي حصل؟ حصل ان كان في تفكير في اقامه جراج، وخطوه بخطوه كنا كمان في قناه الاهلي بنعرض لحضراتكم ايه التطوير اللي بيحصل، فين وصلت كمان الاعمال للمرحله الاخيره قبل الافتتاح المفروض المقرر ليه ان شاء الله خلال الايام، نتكلم ايام قليله جدا وهيتم الافتتاح. خليني اقول لحضراتكم كان رافق كمان رئيس النادي خلال الجوله كل من الدكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي، المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره، احمد ايهاب النحاس مدير فرع مدينه نصر، وبعض قيادات الشركه المسؤوله عن تنفيذ ايضا المشروع. استمع الكابتن خطيب الى شرح تفصيلي من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره ومسؤولي الشركه بشان هنا اخر تطويرات او التطورات الخاصه بالمشروع، ما تم كمان التوصل اليه وبيجري كمان العمل به على قدم وساق حقيقي من اجل افتتاحه خلال الايام المقبله، واكيد احنا هنعرض لحضراتكم ده عندنا اكيد على قناه الاهلي. وكمان خليني اضيف، عقد الكابتن محمود الخطيب جلسه كانت مع الشركه المسؤوله عن تنفيذ المشروع، ده كان بعد الجوله، وذلك في حضور الدكتور سعد شلبي من اجل الوقوف على التفاصيل النهائيه بقى الخاصه بالمشروع، وهيأتي مشروع تشييد هذا من اجل يعني انهاء الازمه تكديس السيارات اللي كنا بنتكلم عنها سنوات طويله، هي مش فكره كمان شهر ولا شهرين يا كريم، دي كانت لسنوات طويله كان في مشكله فيها، واتى طبعا تلبيه لنداء اعضاء النادي وتلبيه طبعا لاحتياجاتهم، فكويس جدا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، واخيرا هذه الازمه ستنتهي خلال ايام. لا وهتنتهي بحل نموذجي، احنا بنتكلم على باركينج مساحته تتسع لحوالي 1000 سياره، فيعني من ساعه يعني بص كانت المشكله اصلا مش لاقيين مكان نركب فيه شويه عربيات، دلوقتي بقى عندكم مكان تركنوا فيه 1000 سياره، فطبعا حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا وتليق بالنادي الاهلي وباعضاء النادي الاهلي المحترمين. نروح بقى معاكم دلوقتي لخبر التعاقد مع ايه خالد محمد وهانيا خالد عبد الله لاعبتي فريق الشمس اللي انضموا مؤخرا لفريق سيدات الكره الطايره بالنادي الاهلي. كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق اكد ان التعاقد معاهم
يعتبر إضافة كبيرة جدا إلى صفوف الفريق نظرا لإمكانياتهم الفنية وكمان لمستواهم المتميز جدا هما الاثنين. وشدد كابتن الصافي على أن الأهلي لما بيختار لاعبات جديدات بيركز دايما على الأخلاق قبل ما بيركز على المهارة، وده الشيء اللي الكل لمسه في آية وفي هانيا باعتبارهم من العناصر المميزة جدا فنيا وخلقيا. وتالي بنرجع نقول بصوا التفصيلة دي، يعني بصوا الجملة دي لازم يتوقف عندها، نختارهم طبقا للأخلاق، يعني المعيار ده في الاختيار ما يقلش أهمية عن جودة إمكانياتهم الفنية كلاعبات. ففكرة أن الاحترام والأخلاق دي حاجة بتتوارثها يعني أجيال متعاقبة من النادي الأهلي، حاجة محترمة جدا تليق بالنادي الأهلي وهذا الكيان المحترم وبرؤساء المحترمين عبر التاريخ وبكل منسوبيه وبكل أعضائه وبكل جماهير النادي الأهلي المحترم. طيب خلينا بقى نروح يا كريم للجنة المرأة بقى. يلا. نروح لفعاليات النادي الأهلي وشغل اللجان هناك اللي بيتم، وتحديدا لجنة المرأة بالنادي برئاسة الأستاذة أنهار أنديل، ده بالتعاون مع اللجنة العليا للجان برئاسة المهندس وليد مبروك تحت إشراف إدارة التنفيذية، كان بتنظيم زيارة للأعضاء لقصري الأمير محمد علي توفيق والمانسترلي بالمانيال، وقامت إدارة النادي بتوفير هنا حفلات لنقل الأعضاء سواء من مقر النادي بالجزيرة أو فرع مدينة نصر والشيخ للقصرين. الرحلة شهدت كمان زيارة العديد والكثير من أعضاء النادي في مختلف الأعمار والأطفال، بنتكلم على أطفال وشباب يعني طبعا حلو جدا أن كل الفئات دي أو الفئات العمرية دي تبقى مهتمة أن هي تروح وتشوف، وحلو كمان أن يتم عمل يعني رحلة زي كده علشان مهم قوي تهتم بالروتس بتاعتك، مهم قوي تعرف طبعا التاريخ، مهم قوي الشباب الصغير كمان يشوف الآثار المصرية المختلفة، فحلو قوي ده زيارة أعتقد مهمة. بس خلونا نروح للتفاصيل أكتر كمان عن الإيفنت ده اللي احنا بنتكلم عنه، وهيكون معنا كمان تليفون دلوقتي لأستاذة أنهار. هو جاهز التليفون معنا يا جماعة؟ أستاذة أنهار أندير رئيس لجنة المرأة بالنادي الأهلي، صباح الخير على حضرتك في البداية. صباح الخير، ازيك يا نهوان؟ ازيك يا كريم؟ صباح الكل يا فندم، صباح الكل على حضرتك، سعداء بوجودك معانا في حلقة النهاردة، وبنهنيكي على اللي يعني بسم الله ما شاء الله النشاطات المتعددة للجنة المرأة، ويعني نعود تقول لنا بقى جانب بسيط جدا منها. لا حقيقي يعني طبعا حلوة جدا الزيارة دي، وفكرة كمان اختياركم لأماكن معينة واهتمام بالثقافة والتراث حلوة قوي، يعني خلينا نبدأ الاختيار ده جه على أي أساس في البداية؟ تفضلي يا أستاذة أنهار. مع حضرتك، فكرنا نعمل رحلة ترفيهية بعد جو الامتحانات اللي عاشته البيوت الفترة السابقة، اقترحت عضوة لجنة مرأة المهندسة نشوى بوزيت عمل رحلة تثقيفية بزيارة قصر المنسترلي وقصر محمد علي بالمانيال. عضوات اللجنة رحبوا بالفكرة وتوافق عليها من اللجنة العليا بقيادة مهندس وليد مبروك ومن الإدارة التنفيذية بقيادة دكتور سعد شلبي. بالفعل بدأنا نخطط لإجراءات التنفيذ وتوزيع الأدوار على عضوات اللجنة. اللجنة غنية بالخبرات المتنوعة لأعضائها، ودايما بنوزع مهام العمل وفقا للاختصاص المناسب لطبيعة المهمة، وبالتالي كان ضروري جدا ان احنا نختار المهندسة نشوى بوزيت منسق عام بين النادي الاهلي ومدير التنمية الوعي الاثري الاستاذة داليا الجهري، لان نشوى بوزيت بتشتغل في وزارة الاثار في تنمية الوعي الاثري، وهي مرممة مشرفة ترميم فده تخصصها، فبالتالي هي اللي هتقدر ترتب هذا الملف. بعد اختيارها وصل عدد المشاركين، بالفعل بدأنا في الإجراءات بتاعتنا، وصل عدد المشاركين للرحلة 160 فرد من الفئات العمرية المختلفة في العيلة الأهلوية جميع الأعمار. شفنا شباب وأطفال ونساء وسيدات، فور وصول حفلات النادي الأهلي شفنا حفاوة استقبال وترحيب رائع لأعضاء النادي الأهلي. كان في استقبالنا فريق عمل مرشدين سياحيين عددهم 25 شاب، اصطحبهم الباحث الأثري الصحفي صاحب مبادرة فريق سراديب لتنمية الوعي الأثري الدكتور حسام الدين زيدان، قام بتقسيم العدد الإجمالي من أعضاء ومرشدين إلى مجموعات صغيرة، قام فريق العمل بالشرح الوافي والتوضيح الممتع الراقي المثير للبهجة والفخر بحضارتنا العظيمة. عملنا مسابقات لأسئلة تاريخية وكان معها جوائز. كان الملفت للنظر يا كريم ويا نهوان، كانت حاجة حلوة جدا ان الاطفال شاركوا ومركزين وبيستمعوا للشرح. حسيت ان في الوقت ده قدر النادي الاهلي يغرس في ولاده قيمة مهمة جدا، بلدنا جميلة، بلدنا قيمة،
بلدنا فيها حضارة نتمنى ان احنا نحافظ عليها ونزيد ونكون زي اجدادنا بالشغل اللي هم عملوه في الاثر القديم لينا. اللمة بتاعت عيلة الاهلي مختلفة، طعم الاهلوية في اي مكان، مجرد ان علم الاهلي بيظهر بتلاقي الناس كلها في حفاوة وفي اهتمام وفي حب، لدرجة ان المرشدين ما كانوش بس بيشرحوا، ده كانوا بيشرحوا وبيهتفوا بالاهلي وبيغنوا الاغاني بتاعت الاهلوية. اتملى المكان بهجة وسرور، وكانت حاجة فوق الروعة. يعني الحمد لله الفايدة عمت على الكل بسعادة وبهجة، وكان في اهتمام غير عادي وغير مسبوق من الكل بفضل من ربنا. رغم من زيادة العدد الكل كان فيه التزام واحترام، وصغير بيحترم الكبير، والتزام بمواعيد وتحرك. لا، الروح اللي موجودة في النادي الأهلي يا جماعة مختلفة. حلو جدا، وانا عاجبني ان حضرتك بتتكلمي عن عدد يعني مش صغير، 160، واحنا شفنا صور هاجر معانا في الاعداد برضو كانت موجوده. ما قالتليش هاجر، لو قالت لي والله لازم تيجي. انا بجد برومس والله، وعد المره الجايه، وعد حضرتك، بس ابعتي لي انا مسج او رساله قولي لي عن اي ايفنت خاص بلجنه المراه وانا هكون مع حضراتكم، ده يسعدني جدا. بس حقيقي عمل محترم، واحنا يعني مش هنقعد نتكلم عن لجنه المراه، هي شغاله والشغل باين فعلا. كل التوفيق استاذه النهار بجد كل ما بتقدموه. شكرا ليكي. لا حلو ده قوي. عجبني حلو عجبني قوي. جدا. بصي الجمله كمان بتاعت ايه، تنميه الوعي الاثري. بصي حلاوه الجمله دي لما تشوفي ان هي بتطبق على اطفال صغيرين، يبقى احنا كده يعني بنجهز او بناهل اجيال جديده محترمه لتاريخنا ومحترمه لاثارنا. كنا بنتكلم من كام يوم على ان في فئه من الناس اللي بيروحوا مثلا يكتبوا حاجات على احجار الاهرامات، اللي يروحوا يشوهوا مش عارف مسله يبقوا راسمين عليها ايه، فده هيمنع ده. انا بتفق معاك جدا. وبعدين مفيش حد يعني ليه مستقبل ما بيكونش عارف الماضي بتاعه، يعني عشان نقدر نقول ان احنا عايزين صحيح. مستقبل مشرق جدا، مستقبل ناجح جدا، مستقبل مختلف، لازم نكون عارفين احنا كمان جايين منين، الثقافه بتاعتنا فين، تراثنا ايه، تاريخنا ايه. فالاجيال الجديده لو ما حفظناش ان احنا نخليها تعرف ده، لان برضو هنرجع نقول تاني للاسف وده طبيعه الحال، احنا مش بننتقد يعني مدارس المختلفه الانترناشونال وغيره، ما بيركزوش ابدا في تاريخ او حضاره البلد المدرسه فيها يعني. فدي مشكله كبيره لو الاهالي بقى ما لعبتش الدور ده. لازم تعرف انت جاي منين، الروتس بتاعتك فين، وبعد كده ابني المستقبل بتاعك زي ما انت عايز، بس اهم حاجه احنا مين، هي دي النقطه. على كل حال فاصل سريع جدا واخبارنا لسه ما خلصتش، هنرجع نكملها مع حضراتكم. رحب بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي خلينا نروح نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه كمان، ومراسلتنا العزيزه مريم سميح من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم صباح الخير عليكي، انا وكريم بنصبح عليكي واكيد كل جمهور 10 الصبح في الاهلي، اتفضلي. مكان بصبح عليكي طبعا يا نهوان، بقول لك الحمد لله على سلامتك مره تانية، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا وجوله من داخل مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره عشان يكون معانا ابرز اخبار النادي الاهلي على كل المستويات، سواء المستوى الرياضي وكمان المستوى الاجتماعي. خلينا نبدا طبعا باجواءنا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن منذ تواجدنا في الصباح الباكر وتحديدا في تمام الساعه 8 صباحا كان في اقبال نسبي بالنسبه للاعضاء، طبعا مقارنه بالايام الماضيه يمكن هو اقل كثافه، يعني مقارنه بالايام الماضيه ده طبعا بسبب ارتفاع الملحوظ في درجات الحراره. يمكن واحنا بنكلمكم دلوقتي يعني درجه الحراره بتتراوح ما بين 31 ل 33 درجه مئويه، ولكن هتوصل درجه الحراره لذروتها في تمام الساعه 5 مساء، هتكون درجه الحراره يعني بتتراوح ما بين 38 ل 39 درجة. طبعا ده خلى يكون في يعني تواجد لعدد أكبر من الأعضاء أو يعني ازدحام من قبل الأعضاء على الأماكن المغلقة بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، واللي بتكون طبعا يعني مكيفة. خلينا بقى ننتقل يعني لكل الطرق المؤدية لمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، يمكن على غير العادة وعلى غير يعني المعتاد عليه في يوم الاثنين وفي بداية الأسبوع.
فيها سيولة مرورية كبيرة في كل المناطق المؤدية لمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، ولكن باستثناء طبعا محور 26 يوليو وكمان محور صفت اللبن. أما بالنسبة لكوبري 6 أكتوبر فبه سيولة مرورية كبيرة جدا. خلينا بقى طبعا ننتقل لأبرز أخبار فريقنا الأول، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني. النهاردة اليوم الأول لاستئناف المران بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 3 أيام أو تحديدا 72 ساعة عقب مباراة أسوان واللي أقيمت يوم الخميس الماضي، وطبعا اللي قدر يتغلى فيها النادي الأهلي في مباراة مميزة ومثيرة جدا بنتيجة 3-1 على أسوان. النهاردة هيكون تجمع الفريق في تمام الساعة الرابعة عصرا، وهيبدأ المران في تمام الساعة الخامسة مساء، طبعا ده استعدادا لاستكمال مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، وهتكون أول مباراة هتكون بعد غد الأربعاء إن شاء الله أمام نادي وادي دجلة، واللي هتقام في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد الأهلي والسلام. خلينا نتكلم على بعض التفاصيل اللي هتكون موجودة في المران النهاردة، وأهمها وأبرزها هو خضوع مدافع الفريق رامي ربيعة لفحص طبي، طبعا ده طبعا علشان يكون في حسم لموقفه النهائي إن هو هيكون موجود في مباراة وادي دجلة أم لا، ده طبعا بعد تعرضه لكدمة أو إصابته بكدمة في القدم خلال مباراة أسوان. كمان هيعود ظهير الأيمن للفريق طبعا يعني محمد هاني في مباراة وادي دجلة، ده طبعا بعد توقفه في مباراة أسوان بعد ما كان حصل على الإنذار الثالث، وهتشهد المباراة غياب أيمن أشرف بعد حصوله على الإنذار الثالث. ننتقل بقى لأخبار طبعا الاجتماعية اللي بتهم كل أعضاء النادي الأهلي وكمان اللي حابين إن هم يكونوا ضمن أسرة أعضاء النادي الأهلي خلال الأيام والسنين المقبلة. الحقيقة إن لجنة العضوية بالنادي الأهلي عقدت اجتماع أمس الأحد برئاسة طارق أنديل عضو مجلس الإدارة، وذلك بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. ده طبعا كان الاجتماع بيجمع ما بين لجنة العضوية ما بين الراغبين في الحصول على عضوية النادي الأهلي، سواء العضوية العامة أو عضوية فرعي الشيخ زايد وكمان التجمع الخامس. الحقيقة أن كان في كثافة كبيرة جدا وتواجد كبير جدا من قبل الراغبين في الحصول على تحديدا عضوية يعني فرع التجمع الخامس، خاصة أن زي ما دايما بنقول أن النادي الأهلي طول ما هو بيوعد دايما بيوفي، وكان الحقيقة حط خطة زمنية مقررة للانتهاء من يعني فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، وده اللي حصل فعلا، وده كمان اللي كان لاحظه أو كمان يمكن كان كل الراغبين في الحصول على عضوية فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس كانوا مراقبين هذه العملية. والحقيقة فعلا النادي الأهلي قدر أنه هو ينتهي من هذه الأعمال على قدم وساق، وأنه هو هتكون العضوية متاحة فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن هي كانت موجودة خلال اجتماع أمس ما بين الراغبين في الحصول على هذه العضوية ما بين لجنة العضوية. آخر أخبارنا النهاردة طبعا بيتعلق بالفرق الرياضية الأخرى وتحديدا الفريق الأول لكرة الطايرة رجال، واللي كمان يعني بدأ أمس الأحد فترة الاستعداد الجديدة وكمان استعدادا للموسم الجديد. خاض مرانو الأول الفريق طبعا أمس الأحد على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. كمان خاض اللاعبين تدريبات بدنية في صالة الجيم قبل الانتقال للمران أو المران الأساسي داخل صالة الأمير عبدالله الفيصل. كمان شهد المران غياب بعض اللاعبين عن صفوف الفريق، اللاعبين دول طبعا موجودين في معسكر المنتخب الوطني، وهو ما دفع الجهاز الفني للاستعانة وتصعيد العديد كمان من اللاعبين من فريق الشباب حتى يكون هناك استعداد كامل للموسم الجديد. دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. بشكركم جدا، عودة لكم مرة أخرى. وأنا بشكرك جدا وميرسي على سؤالك يا مريم، بجد شكرا لك على هذه التغطية. نروح بقى مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورة مع زميلتنا العزيزة روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع المختلفة. والجديد بالذكر إن هيكون ليها لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرتو اللي بنصبح عليه وهو مدير تحرير موقع يلا كورة. صباح الفل عليكي مريم روزان صباح الفل عليكي، وعايزين نسمع منك بقى أهم المانشيتات، وإن كان في مانشيت منهم
يعني يثير الشجن. الشجن يعني منشاك من الصنف الحزين جه على يعني على في صفحه الرياضه في جريده الجمهوريه في اليوم التاسع للاولمبياد، الوداع المصري مستمر. اتفضلي، عايزين نسمع منك التفاصيل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة، هنبدأ بأهم عناوين الأخبار النهاردة من موقع يلا كورة. الأولمبية المصرية أمامنا فرصة لتحقيق ميداليتين جديدتين. من جريدة الشروق، فراعنة اليد يكتبون التاريخ في طوكيو. من جريدة الجمهورية، في اليوم التاسع للأولمبياد الوداع المصري مستمر. وأخيرا من موقع الشرق الأوسط، الصفقات الأمثل لفرق الدوري الإنجليزي هذا الصيف. هيكلمنا طبعا عن تفاصيل هذه الأخبار يعني أيمن جلبرتو مدير التحرير بموقع يلا كورة. برحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الأهلي. عايزة أعرف إيه رأيك في المشاركة المصرية بشكل عام؟ اهلا بيكم طبعا، وصباح الخير لكريم ونهواند. يعني المشاركه المصريه بشكل عام اكيد محبطه كنتائج، اللي هي بنتكلم في عدد يعني ميداليات. بعض اللعيبه عملوا ارقام جيده بالنسبه لهم، زي مثلا فريق السلاح، بنتكلم على عمر عصر، دول اللي نقدر نقول عليهم مثلا عملوا نتائج جيده، بعيدا عن هدايا ملاك وسيف عيسى اللي هم حققوا البرونز. طبعا منتخب كرة اليد احنا حاطين عليه كلنا امال كبيرة ان هو ان شاء الله يقدروا ان هم يتجاوزوا عقبة المانيا وينافسوا على ميدالية تبقى ميدالية تاريخية للالعاب الجماعية والمصر عموما في تاريخ المشاركات في الاولمبياد. ويعني بنتمنى ان كلام وتصريحات مسؤولين اللجنة الاولمبية عن ان متوقع يبقى في ميداليتين في الكاراتيه، خصوصا ان الكاراتيه تقريبا دي اول مرة في الاولمبياد، ومن الوارد ان هي ما تكونش موجودة في اولمبياد جاية، فهيبقى امر جميل جدا وحدث تاريخي لو مصر قدرت ان هي تاخد ميداليات في الكاراتيه. نتمنى التوفيق، خلاص الاولمبيات يعني بتخلص، نتمنى ان احنا الايام اللي جايه دي نشوف اكتر من ميداليه ونحتفل كلنا زي ما احتفلنا بسيف عيسى وهدايا ملك. توقعاتك ايه لكره اليد؟ هل هيقدروا يحققوا طبعا اكتر من ميداليه؟ طبعا احنا نتمنى ان هم اول حاجه يعني يعدوا عقبه المانيا. طبعا ترتيبنا في المجموعه امر مميز جدا، ان احنا ناخد مركز ثاني، مجموعه مع الدنمارك والسويد من المنتخبات يعني المصنفين، ومنتخبات قويه جدا، اداء مبهر للمنتخب كالمعتاد في الفتره الاخيره. منتخب اليد عنده فرصه تاريخيه ان هو يتاهل للسيمي فاينل، وهنا بقى هنقول ان هو بينافس على ميداليه ان شاء الله باذن الله. نتمناها ان هم يصعدوا للنهائي عشان نبقى ضمننا الميداليه يعني. يعني احنا كلنا بنتوقع وحاطين عليهم امل، نتمنى ان ربنا يكون معاهم وكرمهم والتوفيق يحالفهم، وان شاء الله يحققوا الانجاز اللي مصر كلها بتحلم بيه يعني. عايزاك تكلمني بشكل عام عن البريمير ليج وتوقعاتك طبعا للموسم الجديد لفرق الدوري الانجليزي. يعني الدوري الانجليزي كما هو معتاد الصفقات لسه دلوقتي الكلام شغال على الصفقات، مانشستر سيتي هيدعم بمين، تشيلسي، ليفربول، كل الانديه بتحب تستعد للموسم القوي اللي جاي، خصوصا الموسم الماضي كان في يعني زي ما شفنا كده اجهاد واصابات، وان في ضغط كبير في المباريات، وكمان بعد بطوله اليورو في ناس ابتدت فترات اعداد وفي ناس مريحه ولسه هتخش، فاكيد هيبقى موسم مثير جدا كما هو معتاد في البريمير ليج. طبعا كلنا بنتمنى التوفيق ان محمد صلاح يقدر يؤدي موسم كمان استثنائي زي المواسم اللي هو يعني قضاها في البريمير ليج، ويقدر ياخد من جديد لقب هداف الدوري، ويا سلام لو قدر يكسب مع ليفربول الدوري الانجليزي للمره الثانيه. وطبعا بنتمنى كل الشفاء ان تريزيجيه في اقرب وقت ممكن يرجع تاني ينور البريمير ليج يعني. بشكرك جدا أيمن جلبرتو مدير التحرير هنا بموقع يلا كورة. مشاهدينا، دي كانت أهم الأخبار هنا من موقع يلا كورة، بشكركم جدا وعودة ليكم الاستوديو مرة تانية. جزيل الشكر ليكي يا روزان، تحياتنا ليكي وضيفك العزيز. وبنكمل بقى مع حضراتكم سلسلة أخبارنا، وعندنا كمان كلام مهم هنقوله عن شخص في منتهى الأهمية في تاريخ النادي. أنا بتفق معاك، نوستالجيا الأهلي، وزي النهاردة 2 أغسطس بس عام 1949 كان ميلاد وزير دفاع الأهلي حسن حمدي، أحد أفضل حقيقي من تولوا رئاسة النادي على مر التاريخ، وذلك بما حققه بنتكلم من إنجازات وبطولات كتيرة جدا للعديد من الفرق المختلفة بالقلعة الحمراء، ويعتبر أيضا هو واحد من أساطير النادي اللي دفعوا عن شعار الأهلي
كل وقت. يعني حسن حمدي واحد من حقيقة يا كريم من أنجح الأشخاص اللي جلسوا على مقعد رئاسة الأهلي طول الفترة، بنتكلم من 2002 حتى 2014، وقاد كمان المارد الأحمر لتحقيق عدد كبير جدا من البطولات القارية، البطولات المحلية، والأرقام أيضا القياسية اللي بيصعب تكرارها. حسن حمدي أو كما بنقول عليه يعني ويلقبه البعض يعني وزير الدفاع، تم تكريمه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بمنحه وسام الاستحقاق الذهبي كأفضل رئيس ناد في القارة السمراء. حسن حمدي رئيس النادي الأسبق تلمز على يد المايسترو صالح سليم العظيم، يعني لاعبا ومدربا للكرة، ثم عضوا بمجلس الإدارة وأمينا للصندوق ووكيلا، حتى أصبح رئيس للنادي الأهلي ليصبح هنا أسطورة حقيقية ورمزا لا ينسى في تاريخ القلعة الحمراء. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن، ويا رب يديك الصحة دايما. حلو عيد ميلاده في نفس عيد ميلاد يوم باباي. أيوه. مش عارف طبعا لما بنتكلم عن كابتن حسن حمدي، يعني ممكن حتى ندي لحضراتكم نبذة ولو مختصرة عن خلفية هذا الرجل الاستثنائي. هو حصل على بكالوريوس تجارة سنة 1973، ويعتبر واحد من أبناء ومن أهم نجوم كرة القدم في النادي الأهلي عبر تاريخ النادي الأهلي الطويل، حيث انضم لفريق الناشئين تحت 14 سنة، الكلام ده حصل سنة 62. بعدها تدرج كلاعب دولي لغاية لما التحق بصفوف الفريق الأول، وفي موسم 72 موسم 71-72 لعب مباراته الأولى قدام فريق دمياط، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي في ذلك الوقت بنتيجة 5-2. شارك كابتن حسن حمدي مع الفريق الأول في بطولة الدوري طوال 6 مواسم، لعب خلال الست مواسم دي 107 مباراة في المواسم سنة 71-72 مرورا بقى ب 72-73 وانتهاءا ب 76-77. وإن كانت الحقيقة يعني الثلاث مواسم الأخيرة هي الأبرز في حياة كابتن حسن حمدي اللاعب، وشهدت انطلاقته الحقيقية مع المدير الفني المجري الاستثنائي هيدي كوتي. فاز النادي الأهلي بالبطولة في المواسم الثلاثة بمنتهى الجدارة، ونجح باقتدار في قيادة سفينة النادي الأهلي للعديد من البطولات، وحقق الفريق معاه الفوز بدرع الدوري 7 مرات، كاس مصر 4 مرات، حقق كمان معاه الفريق لقبه الإفريقي الأول بالفوز بكأس الأندية أبطال الدوري، الكلام ده سنة 1982. بعدها 3 بطولات إفريقية متتالية، وأبطال الكؤوس 3 مرات، وسوبر المصري 6 مرات، وشارك النادي الأهلي تحت قيادته في 4 بطولات لكأس العالم للأندية. فاحنا بنتكلم على أسماء استثنائية، ده أنا فرهطت من الإنجازات يا حضرات. لا ما أصح نتكلم على ناس استثنائية طبعا في وقت استثنائي في تاريخ النادي الأهلي. أنا بتفق معاك، وما فيش اسم يعني كان رئيس للنادي الأهلي ما كانش يعني على قدر يعني الحدث زي ما بيتقال. الأسماء كلها محترمة، أسماء كلها يعني أدت دورها على أكمل وجه، أسماء كمان جاية بتاريخ عظيم جدا كانت بتحمله، أسماء فيها كيان النادي الأهلي وروح النادي الأهلي. فتحية كبيرة جدا أكيد، وربنا يديه الصحة مرة تانية، ومزيد ومزيد من الإنجازات إن شاء الله على الأرض نشوفها من أي رئيس يأتي لهذا الكيان المحترم العظيم أكيد النادي الأهلي. نروح بقى فاصل لأن كده الفقرة الإخبارية خلصت كده. صح كفاية كده بقى وكده وبارك الله في مجازة عشان الحاجات دي بتتنظر يا ستة فاصل ثم عودة رأس صحب الأهلي. اتفضل. منتخب اليد زي ما احنا عارفين على موعد مع انجاز كبير جدا، خلينا نقول باذن الله ربنا يوفقهم، لما هيواجه المانيا في الربع النهائي في منافسات طوكيو. اكيد حلمنا كبير جدا وعندنا حلم ان هم يحققوا انجاز حصد ميداليه اولمبيه. خلينا نتكلم عن الدوافع او دوافع منتخباتنا او منتخبنا واستعداداته كمان، وفكره كمان الاداء في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله ازاي ممكن نعدي الماتش بكره اللي هيكون تقريبا 2 الظهر بتوقيت مصر، وفكرة برضو منتخب ألمانيا هو مش منتخب بسيط، ولكن فريقنا برضو ما هوش منتخب بسيط. خلينا نرحب بكابتن سامح لبيب نجم الأهلي السابق في كرة اليد ونعرف التفاصيل والإجابات دي. صباح الفل. صباح الخير. أهلا بحضرتك. سعداء بوجود حضرتك معانا كابتن سامح. صباح الفل عليك، وهتلاقينا بنتكلم أنا ونهاوند مع حضرتك في الفقرة دي بمنتهى الحب والشغف، لأن أنتوا الحقيقة مشرفينا. يعني بنتكلم على منتخب مشرف بالمعنى الحرفي، مش مجرد تمثيله مشرف زي ما بيتقال على سبيل السخرية من بعض الفرق الأخرى، ولكن الحقيقة أدائهم مشرف، نتائجهم مشرفة، والكلام ده من قبل حتى مشاركتهم في أولمبياد طوكيو. وعايزين نعرف من حضرتك رؤيتك لمشاركة منتخب مصر في كرة اليد في هذه الدورة الأولمبية، وبعد كده هندخل معاك بقى في التفاصيل. هو هنتكلم إن إحنا أصلا قبل الأولمبياد إحنا عندنا منتخب الناشئين ومنتخب الشباب تالت عالم وأول عالم، فإحنا دي سلسلة متتالية، ودي نتائج عمل الاتحادات، الاتحاد الموجود، اللجنة اللي موجودة والاتحاد اللي قبل كده.
المنتخب بتاعنا دوت يعني ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي فاتت كلها عملها كويس وكان شكله كويس وفي تطور احنا شفناه في الاداء. يعني الناس اللي متابعه الناحيه الهجوميه بتاعتنا بقت متطوره، الناحيه الدفاعيه بقت احسن، عندنا المصري من احسن حائط صد في البطوله كلها، التصدي بتاعه في البلوك. ماتش المانيا طبعا ماتش ما هو سهل وماتش ما هو صعب، يعني فرقه المانيا احنا كخط خلفي احصائياتنا اعلى منهم، هم عندهم الخط الامامي عندهم الوينج رايت بتاعهم يعتبر من احسن وينج رايت في اوروبا، وينج ليفت نفس الكلام، عندهم لعيبه الدايره الاثنين تقال، لكن عندهم الخط الخلفي احنا احسن منهم. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله يعني نعدي الماتش ده باذن الله ونبقى عملنا انجاز محسوب للاتحاد ومحسوب للبلد ان شاء الله. احنا في تاريخ المواجهات بتاعتنا في الاولمبيات المانيا واجهناها كم مره؟ تقريبا 5 مرات اعتقد. المانيا 5 مرات. بالظبط. طيب لو اتكلمنا عن منتخب المانيا شويه، احنا هنرجع لمنتخبنا بصراحه وهذا يعني برضو الاداء المتوقع، خلينا نقول مش هقول المشرف، هو متوقع، لان زي ما كريم قال في البدايه هو فعلا شرفنا كان جدا حتى في مصر في بطوله العالم. فالمانيا حضرتك بتشوف برضو نقاط القوه والضعف في هذا الفريق؟ يعني احنا بنتكلم في الدنمارك كانت مباراه مش هقول صعبة للغاية، احنا برضو لعبنا بشكل مشرف جدا وشكل كويس جدا، لكن ألمانيا بقى لو هنتكلم عنها تحديدا ايه اللي بيختلف فيها، ايه اللي ممكن نقلق منه، ايه اللي هي بتمتاز فيه؟ خلينا نعرف من حضرتك. بص حضرتك، ماتش الدنمارك ده ماتش في المجموعة، فده ما يبقاش ماتش محسوب قوي. لا 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 لا, لا الدنمارك نازلة حاسباه قوي ولا احنا كنا نازلين عاملين حسابه قوي، لكن ماتش اللي هو دور الثمانية ده بالنسبه لنا خلاص اكون اخلاق يا جوه يا بره بالظبط. فطبعا احنا بنبقى نازلين بكل قوتنا وهم نفس الكلام. وطبعا دلوقتي احنا قصه السكاوتنج، دلوقتي الفرق بتعمل عليها سكاوتنج كويس، احنا بنعمل سكاوتنج على الفرق الثانيه. اداء الفتره اللي فاتت اداء المنتخب مهاريا اعلى، شكل اللعب الجماعي اعلى، اللعيبه واخده على بعض، الروح حلوه كمان، هو مش نازل خايف. لسه انا وكريم كنا بنقول ده في الانترو، الفريق نازل او المنتخب نازل مش خايف، هو بيلعب مش مهم الخصم بتاعي مين، بيلعب ومش عندنا دلوقتي 5-6 لعيبه محترفين، فده مقوي ومتقل الفرقه عندنا. احنا بقينا بنلعب على مستوى عالي، فتره الاعداد احنا عاملين بقالنا 3-4 اسابيع شغالين بره مع فرق اعلى، فده متقل المنتخب. وشكلنا في الفتره اللي فاتت باين ان المنتخب لا عنده ثقه في نفسه، الروح عاليه. ان شاء الله ان شاء الله ماتش بكره هيبقى لصالح مصر باذن الله ان شاء الله يا رب. هو عموما هل تصنيف المانيا اقل شويه مثلا من تصنيف الدنمارك والسويد مثلا؟ المانيا طبعا اقل، يعني أقل أنا في فرنسا، في دنمارك، في سويد، في اسبانيا. اوكي، المانيا اقل من دول، لان المانيا بتعمل لسه جيل جديد مش الجيل اللي فات، يعني عامله جيل جديد. بس احنا برضه ما نقدرش نبخس بفرقه المانيا، لا فرقه ثقيله، بس عندهم موروث برضو حراس المرمى المميزين والاجسام القويه ما شاء الله. طبعا يعني عندهم ده ثابت معاهم كده. يوهانسن دوت، يوهانسن ماتش النرويج، يوهانسن ده عنده 39 سنه، لعب 12 دقيقه في ماتش النرويج، اتشاط عليه 9 كور، صد منهم 7 ما شاء الله، عدى بفرقه. فده يعني ده خبره برضو، ده ما هو عناصر الخبره دي وجودها في اي منتخب عموما يعني ما يقلش اهميه عن وجود الطاقات الشابه المتفجره. فالى اي درجه حضرتك شايف ان مدرب منتخب مصر نجح في عمل الميكس ده بين عناصر تتسم بالخبره وعندها الحنكه بتاعت المباريات الثقيله اللي بالشكل ده، وفي نفس الوقت الشباب بطاقتهم بقى اللي حضرتك ادرى مني بيها؟ هو القصه دي بين توقيتات نزول احمد الاحمر، يعني احمد الاحمر المفروض اكتر واحد خبره في الفرقه. الناس كلها بتقول لك ان احمد الاحمر كبر وسنه، لا، احمد الاحمر بينزل الوقت اللي بينزل فيه بيصنع لك الفارق في المباراه. فدي بتحسب للمدرب ان هو امتى بينزله. يعني احمد الاحمر ما يقدرش يدي 60 دقيقه، لكن الوقت اللي بينزل فيه بيعمل لي الفارق في الفرقه دي طبعا. فده بتحسب للمدرب طبعا، ودي يعني حاجه ان هو يوفق بين ده، بين الكبير وبين الصغير، دي حاجه طبعا بتحسب له. يعني طب لو هنتكلم شويه عن المدرب بتاعنا، يعني هو مدرب اسباني، وخلينا نعرف كده ايه اللي حضرتك شايفه من بدايته مع المنتخب، قدر فعلا يوظف الطاقات او الاماكن صح، يعني يبرز المهارات بشكل افضل، لان احنا فعلا شفنا اداء حلو جدا في المباريات اللي فاتت، جد مصر كانت متالقه. فخلينا نعرف من حضرتك. احنا عندنا يحيى الدرع، وعندنا يحيى خالد، وعندنا دودو، عندنا 2-3 وسند، دول لعيبه محترفه، ممدوح هاشم. ان انت تيجي كمدرب تقدر تعمل التوليفه دي مع بعض وتدينا الشكل دوت في التكنيك بتاع الاداء،
واللعب الجماعي واللعيبه متفاهمه مع بعض، ده ما كانش موجود قبل كده في منتخب مصر. صحيح فده اللي علّى احنا نسبه تهديفنا عاليه 65%، دي نسبه عاليه في الاربع مباريات في الدور الاولاني، فدي حاجه بتحسب للمدرب طبعا يعني. ده هو كويس جدا فعلا يعني. اراء، لا عفوا، بس اراء كتير انا قريت عنه يعني زي ريفيوز او كده، الناس كتير جدا مبسوطه فعلا المدرب الاسباني. لا هو شكل مختلف، شكل الفرقه، الناس اللي متابعه الهاندبول، لا شكل الفرقه هجوميا كمان، لا صح. احنا ما كناش كده يعني، شكل الفرقه ما فيش عشوائيه، لعب جماعي، ولعب جماعي الناس كلها فاهمه بعض، تحركات اللعيبه كلها بانسيابيه يعني، اللعيبه كلها ما فيش تعقيدات في اللعب. حضرتك اكتر من مره يعني اشرت لفكره ان احنا عشان عندنا خمس لعيبه محترفين، فده الى اي درجه متقل الفريق ومديهم ثقه ومدي اكيد لزملائهم كمان ثقه. فكره الاحتراف يعني، امبارح كان منورنا في البرنامج كابتن محمد عامر نجم النادي الاهلي السابق، طبعا كان الكلام في اطار مختلف حبتين، كان الكلام عن كره القدم، بس المبدا اللي انا عايز اكلم حضرتك فيه واحد، فكره ان الاحتراف مفيد للاجيال الجديده في الرياضات المختلفه، الى اي درجه الكلام ده شايف حضرتك ان هو كلام مظبوط، والى اي درجه شايف ان من الصح ان الاجيال الجديده في كره اليد يعني نسعى لاحترافهم في الخارج اكتر من نسعى لبقائهم في الدوري المصري، ولا الدنيا تمشي ازاي؟ ما يعني انا متعمد اتقل على حته ان خمس لعيبه محترفين صنعوا الفارق معانا، لان اللعيب لما يطلع بره اعاشته جو اعاشته نفسه في الهاندبول مختلف عن هنا خالص يعني، لعيب هاندبول بس مفيش حاجه تانية، لا شاغل بقى دماغه لا جامعه فين ولا هيعمل ايه ولا مشاكل ولا اي حاجه، هو هاندبول بس. فانا يعني متعمد ان انا اقول الكلام ده عشان لو في اي فرصه للعيب حتى لو لعيب صغير نسيبه يطلع. طب وليه ما يبقاش النظام ده موجود عندنا احنا كمان؟ ليه ما يكونش عندنا لما يكون في لاعب محترف وتقيل وهيفيد البلد ما نخليه يتفرغ للرياضه دي ونشوف يعني ايه المطلوب له ويتعمل دراسيا او مهنيا؟ بالظبط يعني، مش بس حتى ده يعني في كل الرياضات، احنا دايما اتكلمنا عن الشق ده لو حضرتك تتفق معانا كابتن سامح. صحيح. ان الرياضيين نفسهم بيتكلموا والابطال بيتكلموا ان انا عايز يعني يكون في تسهيلات اكتر من ناحيه الدراسه والامتحانات والكلام ده كله، لان انا عايز اركز في التمرين وفي البطوله اللي انا داخلها، وبيبقى في اوقات تعارض مع الدراسه او غيره، فدي لسه ما اتحلتش بشكل كبير. هي دي المشكله عندنا يعني، احنا يعني واتكلمنا اتناقشنا في القصه دي قبل كده كتير، بس برضه ما لهاش حل. انا عايز مش هروح بعيد، انا مش هروح في اوروبا، انا هروح لتونس. تونس اللعيبه هناك، اللعيب الرياضي التعليم بتاعه متظبط على بطولاته يعني. انت بطولاتك في التاريخ كذا يبقى امتحاناتك في تاريخ كذا، بطولاتك في تاريخ معين دراستك هتبقى في تاريخ كذا. طالما في تونس يبقى العمليه مش بعيده اهي، هي مش بعيده احنا الخطوة. كمان احنا هي عايزه الخطوه بس، هي الخطوه دي اللي معطلها ايه؟ التمويل مثلا؟ لا التنسيق، بتهيألي التنسيق مع التعليم، وهو التنسيق ده معجزه صعبه تنفيذها يعني للدرجه دي. احنا بقالنا سنين بنتكلم يعني عشان لاعب متميز يحصل على المميزات دي بيسعى للاحتراف بره مصر، طب ايه المانع ان الكلام ده يكون موجود عندنا احنا كمان؟ ما هي قصه يعني، انا اسف بالمقاطعه بس عشان اوصل لك وجهه النظر بشكل اوضح كمان. يمكن في رياضات ثانيه زي كمال الاجسام مثلا، واحنا يعني حضرنا الكلام ده انا وهواند قبل كده من خلال اكتر من ضيف نورونا في البرنامج، انت عندك ابطال عالم جثث مش طبيعيه يعني، ابطال بمعنى الحرفي، وفي يعني في بعض الاحيان بتلاقي ان البطل منهم عنده صعوبه في ان هو يوجد الميزانيه الكافيه لاكل وشرب، وبيلجا للاتحاد ويستغيث بالرعاه. احنا ليه عندنا الدروب ده؟ عشان احنا ما عندناش، احنا عندنا الهدف كله الناس كلها متجهه ناحيه الكوره، مع ان احنا لو احنا ركزنا في الالعاب الفرديه او لعبه مثلا جماعيه زي اليد وخدت تموين كفايه والناس اهتمت بيها، لا هتبقى في حته ثانيه. ما احنا هنبص اللعيب اللي هو اللي كان عندنا بتاع رافع العسقلي اللي هو في قطر ده دلوقتي، اللي فاز بالميداليه الذهبيه، ما هي نفس القصه. طب ليه احنا ما نهتمش بيه؟ وكان عندنا كرم جابر قبل كده برضه ما اهتمناش. الناس تركز يعني، ايه المشكله لما حد يبقى راعي؟ انا راعي فلان افضل وراه لغايه لما يبقى بطل. احنا عندنا هنبقى ابطال. في لعيب في الاردن طالع واخد ميداليه برونزيه، احنا عندنا الكم البشري وعندنا كم اللعيبه وعندنا كم الامكانيات اللي نقدر نطلع بيها للكلام ده. هي الالعاب الفرديه يعني متفق مع حضرتك يا كابتن سامح، مش واخده حقها من الرعايه بشكل يعني متناسب مع الالعاب الجماعيه، ولكن مؤخرا وبشكل لسه طبعا بنرجو ان هو يتحسن افضل، ابتدى دلوقتي في بعض الرعاه للالعاب الفرديه والابطال اللي هي بيلعبوا العاب فرديه، سواء في البينج بونج او في السكواش او في الحاجات اللي زي كده شو يعني، بس لسه النسبه لسه طبعا محتاجين اكتر من كده. اتفق مع حضرتك، هي محتاجين بس ان الاتجاهات تبقى يعني. انا مثلا الاقي شركه معينه، الشركه دي مسؤوله عن الهاندبول، زي زمان ايام الدكتور حسن مصطفى كان عامل كده يعني. الدكتور حسن مصطفى كان جايب شركات راعيه للهاندبول بس،
ما كانتش لا محتاجه فلوس من الدوله ولا هي، مجرد بس ان الشركه مسؤوله عن الهاندبول، لبسها وسفرها واعدادها وكل حاجه، عشان كده احنا وصلنا لرابع عالم. طب ما احنا بحكم ان احنا بقينا رابع عالم، هل ده معناه بالتبعيه ان الوضع على صعيد الهاندبول اتحسن في مصر فيما يتعلق مساله الرعايه، مساله التنسيق مع وزاره الشباب والرياضه؟ احنا بنتكلم على منتخب مشرف، خلاص احنا وصلنا للعالميه بالمعنى الحرفي، مش صيغه مبالغه يعني. هل ده حسن الاوضاع شويه في عالم كره اليد المصريه؟ بص يا حضرتك، ايه هي، احنا بنتكلم على شخص يعني الدكتور حسن مصطفى، احنا عايزين نتكلم على سيستم بقى، يعني سيستم اتحاد. ما يبقاش عشان الشخص ده موجود يبقى الرعاه موجوده والشركات موجوده، لا، يبقى الاتحاد كله يبقى عامل سيستم، فلان موجود ماشي، فلان يعني اللي بعده ده لسه مش موجود لغايه دلوقتي، مرتبط بشخص، مرتبط بشخص خلاص وخلص. الفتره اللي فاتت دي كلها كانت فيها مشاكل، ابتدت شويه تتحسن الفتره لما جه بالظبط مؤخرا ابتدت تتحسن بشكل كبير. الاتحاد اللي قبله واللجنه اللي موجوده دي ابتدوا يظبطوا شويه، عشان كده ابتدينا نوصل شويه وابتدى مستوانا يعلى. لو فضلنا زودنا كمان العمليه دي شويه، لا هنبقى في حته ثانيه في كره اليد وفي كل الالعاب، مش في كره اليد بس. هي واحدة واحدة إن شاء الله ده هيحصل، لأن إحنا شفنا تغيير، بس هي دايما لازم القرار بيجي من فوق. يعني لما سيادة الرئيس تحدث عن أهمية الرياضة ودعم الرياضيين والألعاب الفردية شفنا طفرة تانية، فواحدة واحدة أعتقد إحنا ممكن نوصل لده، لأن على أرض الواقع إحنا عندنا أبطال، يعني زي ما تقول عندنا البوتنشال، عندنا الكوادر، بينقصنا بس دعمها بشكل يعني نقدر نقول المتاح أو اللي هم بيرجوه. فإحنا ماشيين في الطريق ده، أنا بتمنى بالظبط يعني دي حقيقة لازم تقام بصراحة، يعني إحنا ماشيين في الطريق فعلا. نزود شويه ونهتم شويه بس، يعني احنا ابتدينا بس نهتم شويه. انا بتفق مع حضرتك، وعلى كل حال بس يعني قبل ما نختم، لان في كلمه لازم تتقال برضو، احنا وانا وكريم اتكلمنا على النقطه دي تحديدا لما ذكرنا ابطالنا في الاولمبياد، لما كان البعض بيتكلم ان هم ما جابولناش ميداليات، هم ما حققوش المارجو، لا معلش برضو انت بتتكلم في شخص يعني بينافس دول تانية زي ما حضرتك ذكرت، هي ما عندهاش غير الرياضه، يعني هم ممكن يكونوا ما بيدرسوش، هم بيمارسوا رياضه فقط، ففي فرق، في فرق. لكن انت كنموذج مصري، لا انت عندك، انت عندك الروح والتفاني، وزي ما كريم ذكر المثال اللي هو ممكن ما يكونش عندي امكانيات ماديه، بس انا بسعى، بس انا بحاول، بس انا بخلق الفرصه. فالروح دي المصريه الموجوده بتهيألي بتفرق برضو، ما اعتقدش ان هي موجوده في اي حته تانية. انا يعني ده كلام عن يعني من القلب والله العظيم، انا بقول احنا شفناه. هي طبعا زي ما قلت حضرتك الكلام ده بيفرق، بس يعني عايز الناس بس تفهم ان الناس اللي مسافره دي طالما انا وصلت اولمبياد بالظبط يبقى انا عملت انجاز. بعدين انا عندي فتره 5-6 شهور بتاعت الكورونا، احنا هنا كنا واقفين مش شغالين، هم بره كانوا شغالين، والاولمبياد دي مش انا مش لاعب بطوله افريقيا بحضلها في 2-3 شهور، الاولمبياد دي الناس بتعدلها في 3-4 سنين. معلش مين اللي كان شغال؟ اي الناس اللي بره كلها، لا كله كان عنده كورونا واقف يعني. بالشكل بس، لكن انا عندي بسين بمرن فيه، بتمرن رفع اثقال حته بحط في حته بتمرن، ناس بتمونها وناس عامله لهم الامكانيات مع الادوات الاحترازيه، فالناس كانت شغاله، احنا لا احنا كنا واقفين. واللعيبه بتاعتنا مثال مثلا السباحه، اللعيبه بتاعتنا كانت في امريكا، الناس كلها الرئيس مشكورا جاب اللعيبه كلها بتاعت امريكا جابها هنا في مصر، فاللعيبه ما بتتمرنش، مالهم 4-5 شهور ما بيتمرنوش، فما تجيش الناس تضغط على اللعيبه، اللعيبه دي قبل كده كانت عامله ميداليات في الاولمبيات اللي فاتت. ما فيش حد بيوصل كمان للاولمبيات زي ما حضرتك قلت الا لما بيعدي على مراحل كتيره جدا وبطولات كتيره جدا وميداليات كتيره جدا. الناس ازيد من ازيد بس من ما هو برضه حضرتك حط نفسك بقى مكان، يعني انت بتتكلم بلسان الرياضي اللي محطوط تحت ضغط واللي كان عنده نواقص مثلا طول الفتره اللي فاتت نتيجه كورونا وانعكاساتها وتبعاتها. طب من وجهه نظر بقى المشاهدين، الجماهير العريضه للرياضه المصريه بكل اشكالها، اللي عارفين ان دي البعثه هي الاكبر في تاريخ المشاركات المصريه في اي دورات اولمبيه، فاحنا طبعا تاكيدا لكلام حضرتك مجرد الوصول لدوره اولمبيه ده انجاز، بس احنا متعشمين فيما هو ابعد من كده، وخصوصا ان احنا عندنا الخامات الطيبه اللي تسمح بده. يعني ما ينفعش النهارده واحنا في بدايه اليوم، انا مش عارف النهارده اليوم التاسع ولا كام البطوله، وكل الاخبار المتواتره والمتداوله هي خروج المنتخب المصري، خروج الفريق المصري، خروج اللاعب المصري، خروج اللاعيبه المصري، هو احنا باعتين الناس دول عشان نخرجهم؟ يعني المشكله فين؟ يعني تعال نتكلم بقى عن المشاركه الاولمبيه بشكل عام، بعيدا بقى عن كره اليد، في اخفاق حاصل ما ينكروش غير اي شخص جاحد الحقيقه، ليه حاصل من وجهه نظر حضرتك وانت راجل برضو ليك تاريخ مع الرياضه المصريه؟ انا من وجهه نظري ان انت قبل ما تطلع البعثه لازم تفهم الناس انا طالع انا عملت ايه للبعثه دي عشان تطلع تجيب ميداليه. احنا عملنا الكلام ده قبل كده وجبنا ميداليات، ليه؟ لان اللعيبه كانت بتتمرن، واللعيبه كانت طالعه معسكرات، واللعيبه كانت متوفر لها كل الامكانيات. البعثه دي طالعه، هل البعثه دي طالعه متوفر لها كل الامكانيات؟
ولا انت مطلع البعثه ماديا بس؟ لا، اعدادها كان عامل ازاي؟ يعني اعداد البعثه دي اللعيبه دي كانت طالعه عامله ازاي؟ يعني انا اللي عارفه في، يعني هكلمك على كره اليد، الفرقه معده كويس ومتجهزه كويس ومتظبطه عشان دي لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. انا ممكن انا اللعيبه اقول لهم انتوا هتعمل كذا وهتعمل كذا هتعمل كذا، لو انا في فتره توقف هيقدر يشتغل الكلام ده لوحده ماشي. لكن انت العاب فرديه زي السباحه مثلا، السباحه انت عايز تعوم، رفع الاثقال، عايز تروح حته تتمرن فيها، هل انت اعديت البعثه دي وفرت لها كل الامكانيات عشان تطلع يعني تطلب منها ميداليات ولا ما وفرتش؟ احنا مش بكمل بعثه، بكمل الاعداد اللي اتعمل لها. طب ما هو ده هياخدنا لسؤال تاني، مقارنه طوكيو اولمبياد طوكيو بريو والفرق. احنا في ريو حصلنا على 3 برونزيه، 3 ميداليات، احنا دلوقتي يعني لحد دلوقتي 2 لسه ان شاء الله ان احنا نعدي. فما هو برضو الموضوع مش بعيد عن بعضه قوي. ريو الناس كانت معده كويسه، انا اعرف ان في لعيبه كانت بتقعد 5-6 شهور بره بتيجي على البطوله. فكان معمول لها فتره اعداد كويس. احنا الخامات بتاعتنا لو اشتغلنا عليها صح واديناها الامكانيات هتعمل لنا ميداليات وهتجيب لنا نتائج كويسه، لان احنا عندنا بس نديها فتره الاعداد يعني الكويسه. احنا ممكن نبقى بنطلع لعيبه من فرق مختلفه غير معدين اعداد كافي عشان يمثلوا مصر في المحافل الدوليه، لو المشكله دي قائمه ده يبقى موضوع تاني خالص، عايز لها حلقه لوحدها نقعد نتكلم فيها. ما انا دي وجهه نظري، يعني دي وجهه نظري ان انت وديت الناس دي، هل الناس دي انا ما اعرفش برامجها ايه، ما اعرفش اتعمل لها ايه، ما اعرفش. فانا بتكلم ان انت رحت قبل كده ريو عملت ميداليات، طب انت المره دي ما عملتش ليه؟ مع ان الامكانيات هي هي والناس هي هي والاشخاص هم ماشي. يبقى انا ما عدتش الناس دي كويس، ده وجهه نظري، ما عدتش الناس دي كويس عشان تروح. بس هو فرق ميداليه واحده وان شاء الله نعديها يعني. لسه انا ما اعرفش، انا متفائله يعني. وزي ما كنت بقول هقول تاني، احنا عندنا النماذج المحترمه جدا والروح المختلفه عن اي حد تاني، فان شاء الله يتوفقوا. لكن برضو هرجع واقول في فرق بين الرياضي مثلا في بلد ما ورياضي في بلد اوروبيه ما عندهمش غير، او امريكيه واتيفر ما عندهمش غير التركيز على الرياضه. هي دي يمكن النقطه ما بيننا، الاهتمام، الدعم المادي، الكلام ده كله فيه فرق. انا بشوف ان شاء الله احنا ماشيين في خطوات سليمه، لو استمرينا كده احنا ممكن فعلا بعد كده نبقى افضل بكتير من الناس دي. يعني الاولمبيات اللي جايه واللي بعدها لو بجد الوضع اختلف هتلاقينا في حته تانية خالص، لان الرياضي المصري انا بشوفه بيختلف بصراحه. الواحد بيصعب عليه طبعا ان حد يخرج وكلنا لا مش مجرد يخرج. لما تسمعي نهاوند ان في مثلا سباحه استراليه، سباحه واحده شاركت في سباقات مختلفه، السباحه دي لوحدها خدت 7 ميداليات منوعه ما بين ذهب وبرونز. بص بقى على التاريخ بتاعها يا كريمه، هي بص على انت عندك بعثه فيها 123 ما هي السباحه دي من ساعه ما ابتدت لحد دلوقتي، فاهم؟ حصلت على رعايه ازاي وباك جراوند ازاي بتختلف. هي طبعا هي دي اهم حاجه في الرياضه. يعني انا هختم مع حضراتكم بحاجه. سمر حمزه بطله بجد، يعني رغم ان هي خرجت، ولكن انا قريت عنها حاجات جميله اتكتبت. قال لك كان مش فاكره مين بالظبط التايتل بتاعه، حد مش مصري اصلا كان بيتكلم عنها، بيقول ان هي مش بس تقدر تنافس في سيدات، ده ممكن تنافس مع الرجال يعني. وحتى بعد خروجها قد ايه برضو سمر حمزه بطله مصريه، كانت منورانا في 10 الصبح هنا. عندك يمكن بيبقى في عدم توفيق غيره، بس عندك الكوادر، فهي دي ربنا يوفقهم على كل حال. ربنا يكرمك ان شاء الله، ونورتنا يا كابتن سامح بجد، وربنا يوفق المنتخب المصري او الاولمبي في كره اليد. متفائلين خير ان شاء الله، ونكسب المانيا بكره باذن الله. باذن الله يا مسهل. فاصل سريع بوجود حضرتك معانا، نورتنا. هنطلع فاصل فعلا ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا وفقراتنا. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. عندي ليكم عنوان، والعنوان بيقول انهت السباحه المصريه مشاركتها في اولمبياد طوكيو. اعتقد العنوان ده جدير جدا بان احنا نتوقف امامه، نتامله، والاهم نحلله. عايزين نتكلم عن نتائج البعثة المصرية في السباحة اللي شاركت في أولمبياد طوكيو، وهنتكلم عن إنجازاتها، وهنتكلم عن الإخفاقات، والأهم هنتكلم عن إن إحنا إزاي نأهل نفسنا إن إحنا يبقى وضعنا أحسن بكتير مما هو عليه في مشاركاتنا الأولمبية القادمة إن شاء الله. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع كابتن عمرو مصطفى عبد القادر، وهو مدير فني قطاع الناشئين في السباحة بالنادي الأهلي بفرع الشيخ زايد. صباح الفل يا كابتن، أهلا بيك. صباح الفل كابتن عمرو. وهنخش على سؤال ساخن على طول، معلش، وعايزين إجابة يعني صريحة. هل نقدر نقول إن اللعيبة اتظلمت في الأولمبياد، سواء من مثلا الجمهور أو مثلا من اتحاد اللعبة؟ يعني لو إحنا هنسألها كده أحسن. لا انا مش هقول اتظلمت ولا حاجه، بس هو الجمهور
يعني توقعاته دايما عاليه، فهو اي نتائج مش على هواء بيبتدي يهاجم على طول. بس هي ما ظلمتش قوي يعني، لان في سباحين عملوا نتائج كويسه جدا. هو الجمهور بيهاجم حبا، خلينا بس نبقى في البدايه نسيق الكلام، هو نفسه المنتخب المصري في اي رياضه يكسب، بيبقى عنده طموح عنده امال، ولكن ممكن يكون اللي بيحصل ان احنا ما بنوصلش بيزعلنا، صح كده؟ دي النقطة. النقطة الثانية بقى اللي حضرتك دلوقتي هتتكلم فيها، طب ليه؟ يعني ليه ده حصل أصلاً؟ أولاً البطولة دي الأولمبية دي اتأجلت كذا مرة. دواعي الكورونا والكلام ده. السباحين دول كانوا عايشين في أمريكا وبيدرسوا، وظروفهم برضو مش قاعدين مرفهين، لا دول بيدرسوا وفي ناس بتشتغل معاهم. كلهم كانوا في أمريكا يا كابتن؟ الكل. أوكي. وهم رجعوا شهر 4 في الكورونا، طبعا القيادة السياسية مشكورة رجعت الولاد في الأزمة الجبارة اللي كانت فيها العالم دي، فدول قعدوا من شهر 4 لغاية شهر 11-12 لغاية شهر 1 في ناس سافرت كده بدون تمرين زي اللي كانوا بيتمرنوه. طب ما هو كان في الخارج ده مش حاصل برضو ان في توقف للتمرينات بسبب كوفيد؟ في بلدي لا، يعني انت على جنب تفتح لي حمام هنا انا اروح اتمرن فيه، مش نفس التمرين والضغط اللي انا كنت شغال فيه. لا مش معلش انا مش فاهماها يا كابتن، يعني في الخارج كانوا بيتمرنوا، لان حسب اللي انا اعرفه كمان كان الوضع هناك مش بس اللي كان صدر ان اللعيبه الاولمبيه اللي عندها داخله الاولمبياد سيدني سوري طوكيو هي اللي هتتمرن، وده كان حاصل في امريكا وفي مصر. اوكي. بس انا مش عايش هناك مع المدرب، انا عايش هنا. بيبعت لي تمرين حاضر اعمله، الحمامات بتقفل، البلد بتقفل الساعه كام، في ظروف خارجه عن ارادتي كلاعب، فدي ظروف مؤثرة. ان انا ارجع في 8 اشهر ارجع لمستوايا اللي بتحضر له المفروض من 4 سنين مش حاجة سهلة. واحنا عندنا كم سباح شارك يا كابتن؟ 4. 4 في سباقات مختلفة. اوكي. وهل يعني انهاء فريق السباحة مهمته في الاولمبياد كان صادم بالنسبة لك، مفاجئ، ولا بالعكس كنت مش بقى صادم قوي؟ يعني في نقطة احنا ليه نبص دايما لنص الكوباية الفاضية؟ ما نبص للحتة المليانة اللي هي مروان القماش ال 14 وال 16 في الاولمبياد، النجم الصاعد الجديد يوسف رمضان ال 16 وكان رقمه في التصفيات يطلع ال 14 وهو بس على شويه في النهائي في السيمي فاينل، لكن هو في حاجات كويسه. لكن احنا لو اتكلمنا مثلا على فريده دي ثالث اولمبياد ليها، دي حاجه مفخره لينا. بس هي كانتش بتلعب كمان المسافه بتاعتها، يعني هي مسافتها 50، هي كانت بتلعب 100 تقريبا. 50 فراشه مش موجوده في الاولمبياد. بالظبط. هي ثالث عالم في 50 فراشه. فاحنا كشعب احنا محتاجينها كمصر. طبعا. ما ينفعش نرضي عليها، وبعدين هي اللي بتدي الامل زي كابتن راني علواني كده. ما بقى في امل لفريده تطلع، فهي هتدي الامل للي بعدها. اللاعبات اللي بعدها. صحيح. ما يبقاش رجال بس، هيبقى في بنات عايزه تسافر كمان. فده يعني الهجوم في الحته دي ما كانش جانب التوفيق، يعني لان السباحين دي بتتعب جدا، يعني مرن 3 ايام في الاسبوع في اليوم، بتشتغل وبتدرس، وفي ناس اللي معاه مقدره ماليه ما بيشتغلش بيدرس بس وبيتمرن. طب احنا ايه اللي ناقص سباحينا عشان يوصلوا لمرحله التتويج ويقفوا على منصات التتويج الاولمبيه او البطولات الدوليه بشكل عام؟ ده كلام كويس. عشان اقدر اعمل كده في حاجات برضو كتيره محتاجها، يعني محتاج ان في يبقى لايف كوتش مع اللعيبه دي. يعني زي ما حصل الهجوم ده كان واحد اللايف كوتش هيقعد معاه ويأهله نفسيا انه ما يخرجش بره تركيزه بره البطوله، ان في التمرين بيحصل له حاله زهق، حاله تعب، حاله الكلام ده، ده زي ما في الكوره وكده في كل الرياضات لازم يكون في لايف كوتش ان هو يشجعه دايما ما يخرجش بره الهدف اللي هو عايزه. طب واتحاد اللعبه ما عملش ده ليه؟ ما كانش موفر دي على الاتحاد على قد الامكانيات اللي عنده قدر يعمل كل حاجه. الامكانيات اللي هي معلش برضو عشان الناس تبقى فاهمه، المصدر بتاعها بيكون وزاره الشباب والرياضه ولا الاتحاد ليه الدخل بتاعه؟ انا هو دي مش هقدر اقولها لاني ما اعرفهاش. بس هو انا شايف انا يعني قايل نقط كده ان دي حاجه من الحاجات اللي سبونسر كتير للالعاب الفرديه الجامعه، مش بتكلم على السباحه بس. يعني السبونسر قليل، كتر خيرهم طبعا، بس السبونسر قليل.
الدكتور تغذية باللي هي التغذية المكملة، لان يعني دي حاجة مهمة جدا بدل ما اللعيب بياخد حاجات وبعدين تطلع في الاخر منشطات. طبعا فيبقى ماشي مع سيستم. سو كان موضوع المنشطات ده كان بياخد، ده المفروض ان هي ما كانش معروف انها منشطات، ولكن اكتشفوا يعني فيها مادة. انا بشتغل عشوائي لكن يعني انا لو معايا دكتور تغذية بيديني مكملات غذائية صح عشان تساعدني ان انا ابذل مجهود جامد في التمرين، ده هيساعدني. لو انا بشتغل عشوائي مندهشين من ايه بقى لما تبقى ان محصله النتيجه او النتيجه النهائيه مش مرضيه؟ اتحادات او كده، ده الخطا هنا من اللاعب اللي هو بيحاول يجتهد، مش هقول غلط بس هو بيحاول يجتهد. ما هو بيجتهد عشان مش لاقي سيستم يعيش بموجبه او يتمرن في اطار. ما علشان انا اوفر ده محتاج امكانيات، يعني هل الدكتور ده مش هاخد فلوس؟ المكملات دي بفلوس. الجيم اللي على حمام السباحه بدل ما اخلص تمريني اطلع اركب مواصلات تانية عشان اروح الجيم، اركب مواصلات تانية عشان اروح اكل، وبعدين اركب مواصلات تانية عشان اروح التمرين بتاع السباحه. كل دي امكانيات. الامكانيات دي الدوله مش قادره تنفذها كلها، بس لو في داعمين لهذا الالعاب الفرديه هيبقى في نتائج. الداعمين هيتشجعوا لما يشوفوا نتائج كمان. ما هو مش معقول هعمل نتائج. انت لما حضرتك كراجل معلن بتروح تعلن عن منتجك صحيح. او عن السيرفيس بتاعتك في كيان ناجح او مع ناس ناجحين. ما هنا بقى إيه؟ دور الدوله انها اكتشف من ناشئين من سن 13 14 وابتدي احط الفوكس على دول. الفوكس على دول تمرين، الفوكس على ده تغذيه، الفوكس ده على لايف كوتش، الفوكس على ده جيم وسباحه وكل حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لازم يبقى في اعداد مدربين اقوى من كده. احنا ليه ما نعملش زي الكوره، نطلع معايشه سنه مع مدرب زي كليب ده اللي بيدرب كليب ده اللي هو خليفه مايكل فيليبس، يقعد معاه سنه ياخد خبره وياخد دورات هناك ونرجع وهكذا. يبقى انا هيرجع لي عندي طقم مدربين يدوا دورات هنا للناس، او نطلع ناس تانية تدي تاخد دورات ومعايشه وكده، هيطلع لنا مدربين كويسين جدا هنقدر نطلع بيهم. طيب لو اتكلمنا عن النموذج اللي حقق الذهبيه في 400 متر حره اللي هو التونسي احمد حفناوي، واللي كلنا كعرب اكيد كنا فخورين بيه طبعا. ولكن لو حضرتك تكلمنا عنه هو بقى، طيب ماذا تلقى من دعم، من اهتمام، من كل الحاجات اللي احنا بنتكلم احنا عايزينها للعيبه والابطال بتوعنا؟ خلينا نعرف تجربته. انا مش هقدر اقول، بس هو نفسه قال ان انا كان هو اولا سبق اللي مسافر بيه اصلا كان 800 حر مش 400. بس هو ما شاء الله في 400 هو طلع اول، بس هو كلامه، هو انا هتكلم من كلامه. هو قال ان انا كان امنيتي في السبق ده ان انا اخش فاينل الفاينل من 8، وهو كان داخل حاره 8. ان حاره 8 دي تطلع الاول دي كانت معجزه. يعني في الاولمبياد كلها بتبقى في سباقات ال 50 متر ناس كتير علقت ثلاث مرات حصلت في تاريخ الاولمبياد. سباق 50 متر 100 متر بكتير، وكان مش 400. هو نفسه قال انا فوجئت ان انا ماشي في الاول بعد ال 200 متر الاولانيه، موعدت نفسي على كده وربنا وفقني وبقيتش مصدق. يعني هو يعني طبعا كلنا فخورين بالنتائج ما بنقولش حاجه عليه، بس هو نفسه ما كانش رايح مؤهل ان هو ينافس على ذهب. هو ما كانش مؤهل اصلا، طموحه انه يخش فاينل، ده كلامه مش كلامي. هو بالمناسبه ليه دايما حاره 8 بتكون مطار اندهاش لما حد بيفوز؟ علشان ده بيبقى اوحش رقم في الفاينل. هو مش المفروض ان كل الحارات متساويه بال حاره 4 بعدين 5؟ طب مش دي بتدي ميزه اضافيه للي بيسبح في حاله 4 او 5؟ هم دول اقوى في الارقام. لا انا مش قصدي على انجازات الناس، لا في السيمي فاينل اللي اتعمل عشان يتصعد للفاينل. هو الارقام بتاعت حاره 4 اقوى من حاره 8. يعني المفروض يطلع حاره 4 و5 و3، دول الثلاثه الاوائل. اوكي، دول متاهلين هم الثلاثه. فحاره 8 دي، فعشان كده حتى مايكل فيليبس علق قال لك ان هو ده حاجه خرافيه. هو بالمناسبه كان في كلام يعني اتكتب كده، بس انا شخصيا مش مالي ايدي قوي من حجم مصداقيته او حجم دقته. هو في مشكله ما متعلقه بفيليبس
نتج عنها ان في احتمال يجردوه من ال 22 ميداليه اولمبيه اللي هو ولا ده كلام فارغ اللي اتقال؟ كلام سوشيال ميديا بالظبط كده. طيب انا عايز اقول لكم بقى كلام موثوق دلوقتي خبر برضو يعني عاجل. حسام حسام اسحاق طبعا تاهله المصري، مهاب اسحاق تاهله لمنافسات نصف نهائي غطس متحرك، فنتمنى يا رب كده التوفيق ليه. حلو برضو اخبار كويسه ايه عماله تجيلنا. طيب عايز اروح مع حضرتك لنقطه مهمه جدا، هو ليه احنا كابطال عرب بنبقى رايحين مش مصدقين ان احنا ممكن نفوز بذهبيه، او ما عندناش هذه الروح القتاليه او الروح البطوليه؟ يعني حضرتك بتقول ان احمد حفناوي بيتكلم ان هو كان نفسه بس يتاهل، ده كلامه لانه يعني طب هي ليه الروح دي موجوده؟ لا هي مش حكايه الروح دي موجوده، هو كل سباح نفسه يرفع علم بلده. لا انا بتكلم على اي رياضه، لكن هي القصه كلها ان هو محسن 5 ثواني على الرقم العام اللي مهله اصلا. يعني هو عمل انجاز جوه السبق، اوكي ده لازم احنا نشيد بيه. هو حسن 5 ثواني، فهو عمل انجاز، ده حاجه مش سهله يعني. طبعا. فهو عشان كده هو بيقول لك انا ما كنتش مصدق، بس هل هيجي في الاولمبياد الجايه هيبقى محضر نفسه لده؟ احنا بقى هنبقى مجهزين نفسنا للاولمبياد الجايه باريس 2024 في ضوء مشاهدتك للاولمبياد طوكيو؟ انا عندنا لعيبه والله العظيم كويسه. يعني في اللاعب علي خلف الله، ده سوء توفيق. يعني علي خلف الله لو طبعا انا كنت بحكي حكايه الكورونا والكلام ده كله، علي خلف الله وجاب رقم بتاعه اللي هو 21 98 كان هيبقى سيمي فاينل. ما كناش هنقول كده، كنا هنقول ان هو زي مروان القماش. في بقى لعيب تاني اللي هو عبد الرحمن هريدي، مشهور بهريدي، ده بطل برونزيه اولمبياد الشباب في الارجنتين اللي فاتت، وتاني بحر ابيض، وهو بطل افريقيا، وربنا يوفقه. ده برده من الاجيال اللي طالعه من النادي الاهلي برده. على كل حال احنا اللي بنأمله ان شاء الله يا رب اولمبياد 2024 باريس، احنا نتمنى ان احنا من دلوقتي نبتدي نشتغل لما ابطالنا كلهم يرجعوا على هذه الاولمبياد. احنا مش فكره بس الرقم الكبير اللي هيكون بيمثلنا، احنا عايزين يكون في اختلاف كبير جدا زي ما حضرتك ذكرت، ما ينقصنا يكون متوفر، وفي نفس الوقت يكون في استعدادات وتجهيزات من بدري جدا علشان ما نضمنش ممكن كمان سنتين يحصل ايه. يعني ممكن يجي لنا بدل كوفيد 19 مش عارفه بقى يعني لا قدر الله اي حاجه تتحور. صحيح، لا قدر الله اي شيء يحصل، فاحنا نبدا من دلوقتي علشان ما يحصلش اي حاجه احنا ما تسعدناش بعد كده. ونورتنا حقيقي كابتن سامح، عشان بس الوقت بيجري. شكرا لحضرتك جدا، نورتنا وشكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. وهنستاذنكم هنطلع فاصل ونرجع نبتدي معاكم الجزء الاخير واخر فقره حواريه من حلقتنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. برحب بحضراتكم، والفقرة الأخيرة اللي نوهنا عنها في بداية الحلقة، وبنتكلم عن مصطلح اللايف كوتشنج اللي بقى مؤخرا منتشر بشكل كبير جدا. كل شوية نسمع أنا عايز لايف كوتشنج، أنا بروح للايف كوتشنج، هو اللايف كوتشنج هيعمل إيه؟ هو أصلا الصحة النفسية دي مهمة يعني ولا لأ؟ طب لو اتكلمنا عن الناس الرياضية والأبطال، طيب هل فعلا القصة دي مهمة أو الملف ده ممكن يفرق في أداء الرياضي في الملعب؟ خلينا نعرف أكتر ونرحب بنيرفانا مصطفى، هي يعني أخصائي لايف كوتشنج ودكتور نفسي، صح كده؟ صباح الفل عليك. يعني صباح الفل عليك، اديكي دكترتي على ايدينا اهو. وهنعاملك على اعتبار انك دكتور. ممكن اقول حاجه قبل ما نبدا؟ اتفضلي. لان انا هاخد من كريم اللي قاله في الفاصل، معلش بقى يعني كريم اصلا ما هوش يا جماعه كبير في السن خالص على فكره، يعني شاب لسه، والنبي العظمه كبرت هي مش عايزه تاخد بالها. على طول طريقه كلامه فيها يعني فانا الهيل خلاص انا مش عارف ايه خلاص انا هو دايما لما اقول كله رايح بالظبط. ايه الحاله دي بقى؟ بس عندك كيس ستادي اهو عشان يبقى الكلام على بينه، مش بنتكلم في المطلق. عندك حاله جديره بالدراسه. لا هو حضرتك عمال بتشحن نفسك طاقه سلبيه رهيبه جدا. ورانا ايه؟ فانت لا ليه؟ طب وليه ليه؟ لا لا هو في ما لو امثالي مش موجودين حضرتك هتشتغلي مع مين يا فندم؟ لا هو يا رب ما نشتغلش خالص على فكره. بالمناسبه في ناس عم بيحصل يعني عندها شيء من اللبس ما بين فكره ان في حد بيشتغل لايف كوتش وبين المعالج النفسي او الطبيب النفسي. فهل يعني ايه الاختلافات اللي ما بينهم او ايه عناصر الاتفاق اللي ما بينهم؟ هقول لحضرتك، هو الاخصائي، نبتدي بالاخصائي النفسي، هو بيبقى دارس علم نفس، هو بيتعامل مع المشاكل النفسية القديمة أو التراكمات، أو حد مثلا حصل عنده دروب في حياته معرفش يتخطاه، هو
قفل بس عليه او تراكمت عليه فهو حصل له حاله نفسيه او مشاكل نفسيه فوصل للسن ده مش عارف يتصالح مع نفسه مش عارف يبتدي حياه جديده شايف ان الحياه كلها تمام مش سودة كده مش عارف يكمل بيبتدي الاخصائي النفسي انه يبتدي يفتح معاه الصناديق دي عشان يتصالح مع نفسه تماما ويبقى نفسيته سليمه ويبتدي من هنا بقى من الحاله دي اللايف كوتش بيشتغل معاه من الحاضر والمستقبل يعني الاخصائي النفسي من الماضي لغايه الحاضر بيوصل له ان هو يبقى نفسيه سليمه جدا متصالح مع يتصالح نفسه يتصالح مع الماضي اكتر اللايف كوتشنج مع المستقبل الحاضر والمستقبل يعني اللايف كوتش عنصر مكمل للمعالج النفسي او للطبيب ده حقيقي اللايف كوتش ممكن ان هو في ناس ما يبقاش عندها اصلا مشاكل نفسيه قديمه فانا اللايف كوتش هو بيدخل حياه الانسان عشان يبتدي انه يديله ثقته بنفسه يعمل سبوت على نقط القوة بيقوص على نقط الضعف عشان نبتدي نشتغل عليها بيزود ثقته بنفسه بنحاول بقى نبتدي ان احنا نستخدم مصادر قوته عشان نعرف نوصل للهدف بتاعه بنرسم خطة مع بعض انه ازاي هنعرف نوصل للهدف ده بشوية تمارين بشوية اسئلة بس يعني درستي يا نيرفانا يعني درستي ايه عشان اقدر اقول ان حد يبقى لايف كوتش ممكن اي حد يطلع حتى بتحصل بصراحه للاسف في بعض البرامج ممكن حد يطلع ينصح عن الريليشنز والعلاقات وبتاع وهو مش دارس حاجه اصلا يعني بس حضرتك انا البدايه اصلا يلا انا اصلا محاميه يعني انا اصلا محاميه لا بقى زملاء يعني انا برضه تشرف ليا حصل لي دروب في حياتي قوي جدا هزني جدا وكنت ضعيفة جدا فابتديت ان انا ادخل اروح لأخصائي نفسي فابتديت ادرس واخد دبلومة في التانية في قصة علم النفس فالحمد لله اتصالحت مع الماضي تماما والدنيا يعني بالدروب اللي حصل لك في حياتك هو ده اللي رسم لك شوف بجد وانا يعني بشكر دكتور محمود زايد ودكتورة مها حسين هم سبب ان انا ابقى موجودة دلوقتي ان هم عرفوا يزودوا ثقتي بنفسي واهدافي اتغيرت تماما ولما لقيت نفسي ان انا اتغيرت وابتديت اغير في الناس اللي حواليا بشكر اهلي طبعا ان هم استحملوني جدا الايام اللي فاتت دي ان انا عهدت نفسي ان انا هذاكر اكتر وهاخد دبلومة في اللايف كوتش عشان ابتدي ان انا اقصر في الناس وان انا اساعدهم واني اديهم التفاؤل والابتسامة ما تروحش من وشهم وان مفيش حاجة مستحيلة ابدا احنا نقدر نغير من نفسنا هايل ان انت حولتي دروب لنقطة انطلاق لتحسين الوضع بشكل عام دي حاجة كويسة بالمناسبة هل اللايف كوتش عشان يعرف يعني يمارس مهام او طبيعة عمله هل لازم يكون الطرف الثاني في المعادلة شخص بيعاني من خلل ما أو دروب نفسي ما ولا ممكن يبقى شخص متزن نفسيا ولكنه عشوائي في حياته فمحتاج لايف كوتش يعلمه إزاي يعيش صح؟ ممكن طبعا لأن اللايف كوتش من الـ الوظائف المهمة إنه بيرتب له أفكاره اللي في مخه أوكي. يعني بنرتبها هو محتاج إيه عايز يوصل لإيه هدفه إيه بيفكر في إيه أنا النهاردة عايز بحب ده لا أنا بكرة عايز ده فاللايف كوتش هو بيساعده لأنه طبعا لازم صراحة متبادلة فلازم يبقى فيه ثقة فالكلام الصراحة ده بيبتدي يفتح مواضيع معينة فببتدي ان انا من اسئلتي محددة بطريقة بروفيشنال شوية اني اخليه هو اللي ياخد القرار اللايف كوتش ما بياخدش قرارات ولا بيحل مشاكل اذا كان الانسان من جواه ما عندوش القرار ان هو يتغير مفيش اي بني ادم في الدنيا ممكن يخليه يتغير ابدا بس انا بعمل له زي اضاءة كده عن السترونج بوينتس اللي عنده نقطة القوة عشان يبتدي هو ياخد طريقه عشان لما يجي ياخد القرار يبقى عنده عزيمه قويه جدا انه هيوصل للهدف ده. طب انا عندي سؤال بقى طبعاً. يعني لان انا يعني مش عارفه هل المقوله دي صح ولا غلط. بيقولوا ان معظم الناس ان لم يكن كلنا عندنا بنسب مشاكل نفسيه، يعني ما فيش شخص سليم 1000000% او 100%. هل ده حقيقي؟ هو طبعا لان دلوقتي كميه المشحنات والمشدات وانا لو قعدت مع حضرتك اصلا وحضرتك حكيتي لي مشكله انت بتشحنيني طاقه سلبيه بتتخزن عندي في عقل الباطن فانا ببتدي احس ان الحياه سودة يعني انت ممكن من طريقه الكلام احنا لازم نحافظ على كلامنا مع بعض ان هو ما يبقاش نيجاتيف قوي للدرجات دي لانه بيأثر زي ما هو بيأثر عليا وبيأثر على حواليا وبيأثر على حتى اللي بيسمعني صحيح. ده غير ان احنا لايف كوتش يعني احنا بنعرف نتعامل مع نفسنا ده في سؤال جاي بقى ازاي بتقدروا تسمعوا كم النيجاتيفيتي دي وبرضه يعني انا هقول لحضرتك فهو انه ان
لازم انك انت تدي لنفسك انه لا ده بكره احسن، انا هقدر ان انا اكمل ده. فاحنا كلنا عندنا مشاكل، انا ممكن يحصل لي مشكله صغيره جدا في الشغل هي قفلت لي يومي وقفلت لي الاسبوع بتاعي، فانا محتاجه اتكلم مع حد بس يزود لي ثقتي بنفسي شويه، يزود لي ان انا هقدر، انه يديني البوش ان انا اقدر اعمل كده. احنا بقى اللايف كوتش بنعمل ايه؟ احنا لازم نقعد مع نفسنا، لازم نعمل سيلف هيلينج، ان احنا كل ورا كيس انا لازم اعمل مديتيشن قبل ما اجي لكم هنا، انا لازم اقعد مع نفسي اعمل مديتيشن، اعمل ميوزك، اسمع ميوزك معينه، اعمل تمرين النفس، ابتدي اصفي ذهني عشان لما اعرف اجي اتكلم فانا ابقى مسترسله وعارفه ما يبقاش عندي حتى توتر يعني. صح، ده بالصدفه نفس التكنيك اللي بنستخدمه انا ونهاوند ده قبل ما نطلع الهواء اللي انا سمعته من حضرتك في الفاصل ده. انا فاصله بجد يعني. بص احنا برافو جدا. طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، احنا في زمن نتيجه اسباب مختلفه بقى في محبطات كتير محاوطه الناس، جزء كبير منها هتلاقيه طبعا ماشي بسكه ضيق ذات اليد، ان انت عندك مطلوب منك مسؤوليات كتيره ويمكن امكانياتك او دخلك مش كافي، ده بيهد جبال وبيهد رجال. حل النوع ده من المشاكل اللي هي عامه اللي هي موجوده عند ناس كتير، انت ممكن تلاقي شعب كامل مش في احسن حالته، والكلام ده حصل الفتره دي بعد كورونا وبعد انعكاساتها السلبيه على ارزاق ناس كتير وعلى اشغال ناس كتير. بتهندلي النوع ده من الاحباطات اللي موجوده عند الناس ازاي؟ اني انا لازم اذكر كل النعم اللي ربنا اداها لي. انا اول ما افتح عيني الصبح كده انا احمد ربنا ان ربنا اداني فرصه لبدايه يوم جديد اصلا. وما اعملش فوكس على اللي ناقصني، انا احمد ربنا على اللي عندي. قصه الحمد هو لما بنيجي نسبح هي مش قصه عدد، هي قصة ان انا بستحضر اللفظ نفسه او الحمد نفسه، ان انا بخلي طاقته تمليني. فانا لما هعمل الطريقة دي انا الرضا هيدخل قلبي، فطول ما الرضا دخل قلبي وانا عندي يقين قوي جدا ان ربنا اقرب ليا من حبل الوريد، اي حاجة في الدنيا اول ما هجيلي مشكلة هقول انا ان شاء الله الحل من عنده. بس ده مرتبط بحجم تدينك، حجم يقينك وحجم ايمانك وقوته. ما هي المشكله ان يعني الايام دي احنا شويه مع الهزات اللي عندنا دي شويه انجرفنا بعيد عن ربنا شويه، مش بقول ان احنا نبقى متزمتين ابدا، لكن احنا لازم نفكر نفسنا طول الوقت انه ربنا مدينا نعم كتير قوي، انا احسن من غيري بكتير قوي، انا الحمد لله ربنا ساترها معايا الاقي لقمه صغيره باكلها. لو الكونسبت ده عرفنا نمشي عليه بس بجد من قلوبنا الدنيا هتتغير. على فكرة هو الفكرة بس لو دخلت عقلك وترسخت في قلبك وحصل فيها استمرارية انت هتلاقي تغيير كامل جدا في حياتك وانت مش عارف هي اتغيرت ازاي، لانه انا عند حسن ظن عبدي بيه. فانا طول ما انا شايف ان انا متذمر فانا ماشي في دايرة مغلقة عمري ما هطلع منها. لكن لما كل يوم هحفز نفسي وابتدي بالاستغفار وبالرضا فانا بطلع بحلزوني، فهلاقي نفسي ان انا في يوم عن يوم بيجي لي فكره هاخد كورس، هزود، هعمل حاجه جنب شغلي، فانا كل يوم هلاقي نفسي ان انا بطلع درجه عن درجه. هتبقى كمان اتطبقت حقيقه ان الا بذكر الله تطمئن القلوب. ده حقيقي يعني. حقيقي. عندك حق. هي علم الطاقة كمان، لو احنا اتكلمنا على الشق الديني علم الطاقة كمان ده علم موجود وفعلا مرتبط بالكلام اللي حضرتك بتقوليه، ان لازم انا ما اشحنش نفسي بنيجاتيفيتي او بطاقة سلبية. ده بيفرق جدا يعني، هي هتلاقيها في الأديان، هتلاقيها في العلوم المختلفة، هتلاقيها في حياتك بتشوفها تلمسها. فأعتقد الكلام فعلا بس لو نطبقه يعني هي دي بقى المشكله، ان احنا اثق في الكلام ده وابقى عندي يقين فيه واكمله. الناس كانت بتقول جمله كده انا ما بقاش عندي طاقه خلاص، هو صح، هو كل بني ادم هو عنده طاقه. لو انت حضرتك حاسس النهارده انك انت مقفول وطاقتك هي مستحمله اللي انت ماشي فيه، مستحملك انت شخصيا، ما تسمعش مشاكل حد. ده بجد والله، ما تسمعش مشاكل حد، انت ركز على نفسك. ايه مشكلتنا؟ ان احنا شغلين نفسنا بامور الاخرين، حتى لو ناس بعيد عن دايرتنا اصلا. مين عمل ايه، مين راح فين، مين سوى ايه، انت بتطلع من طاقتك، انت بتهلك طاقتك. طب احنا كمان عندنا دروب في الثقافه الشعبيه، فكره نظرتنا للناس اللي عايشه الحياه بالمعنى الكامل للكلمه حتى لو هم طاعنين في السن. يعني انت مثلا بتلاقي بره النموذج بتاع الشخص اللي هو مثلا فوق ال 80 سنه وبيركب عجله وباتيناج في بعض الاحيان وقمصان مشجره وسلاسل وحركات. النموذج ده لما بيتحط في الشرق الاوسط عموما، مش بكلمك على مصر، النظره ليه بتختلف؟
بنعامله معامله العجوز المتصابي او العجوزه المتصابيه. والعكس صح. ايوه الى اي درجه احنا غلطانين في ده؟ احنا غلطانين جدا توتالي. يعني دلوقتي انا لو حضرتك شايف حد مبتسم طول الوقت يقول لك يا بص ده ما عندوش مشاكل اصلا. يا اصل انت بتتكلمي الكلام ده وانت اصلا ما احنا باصين لبعض بشكل. عايز اقول لحضرتك على حاجه بجد والله دي حصلت لي وقت ما كان عندي كوفيد لما يعني ما جاتش تقيله عليا قوي الكورونا ما جاتش عليا تقيله قوي فكان بيجي لي مكالمات طب الحمد لله كده انت مناعتك كويسه يعني مناعتك قويه جدا انتوا كمان باصين لي في المناعه. ايوه ايوه ده حقيقي يعني حتى المناعه يعني انتوا بتحسدون على طب دي عليها مناعه. يعني مش معقول هي القصه ممكن يكون اللي بيتكلم مش قصده مش قصدنا فكره الحسد والكلام ده كله بس احنا دي مصطلحاتنا مع بعض يعني نيجاتيف يعني دي بنبص للحته النيجاتيف. ايوه يعني ما هي دي المشكله تفكير. انا لازم ابتدي اغير مصطلحاتي يعني انا ما اجيش مثلا اقول اصل اليوم النهارده لونه اللون الغامق انا ما بقتش بقول هو اصلا ما بقولش الاسم ده اصلا يعني لا هو اللون اليوم النهاردة مش ظريف بس أنا هقدر أغيره. الألفاظ دي إحنا مش عارفين إنه ده بوست لو بوست على الفيسبوك لو أغنية نكد أنت بس سمعتيها أنت بتشحني طاقة سلبية في عقلك الباطن بيبقى مردودها أو لو واحدة صاحبتك على طول كل ما تكلميها أنا تعبانة أنا خلاص اتعبي بقى لما تبقي أيوة لما تبقي أيوة تخافي نبقى نرجع لك ما تديلهاش ودن على فكرة ما هي لو مش هتسمع منك وهي مش عايزة تغير من حياتها وهي شايفة حياتها سودة لا أنت بلوك من حياتي تماما. حصلت معاكي مهنيا؟ يعني انا مهنيا انا برسم خطه مع الكاستمر بتاعي. يعني مفيش حد كاستمر منهم حجر معاكي وانت اللي طلعتي من القعده دي مفرهده وهو زي ما هو؟ لا هو قصه محجر الحمد لله انا بعرف اقنع اللي قدامي لكن هو ممكن يعمل حاجه تانية ان الخطه اللي احنا رسمينها هو ما بيمشيش عليها فانا دي ببقى حازمه جدا انا لا هضيع من طاقتي ولا هضيع من وقتي وهقعد معاك عشان انت مش عايز تاخد القرار انك تتغير فروح ولما تبقى عايز انك انت تتغير يبقى تعالي لي تاني ودي طبعا بتحصل. حلو جدا. لا بجد الصحه النفسيه مهمه جدا, جداً. وزي ما اتكلمنا فيها مهمه للعيبه مهمه للرياضيين لان ممكن بعد خساره اي مباراه النفسيه لان احنا بشر ممكن يتاثر بشكل كبير والسلف كونفيدنس الثقه بالنفس تقل فبرضه ده مهم يعني بنقول ان لازم يبقى في طبيب نفسي او لايف كوتش مع الفرق المختلفه والرياضيين. اللايف كوتش بص حضرتك الاخصائي لو هنتكلم على اخصائي نفسي فده بيبقى مع الاطفال والاطفال دايما مرايه للبيوت طبعا. فكمية العصبية اللي بقت عندنا والمشحنات والزعيق والصوت العالي والقصص دي بقت بتأثر بالسلب على الطفل الطفل طالع عدواني وإحنا مش عارفين ليه فده لازم أخصائي نفسي ومفروض أن الأباء يعترفوا أن هو عنده إيشو وأن إحنا لازم نغيره عشان يطلع يعني ما هو بدل ما هو هيأثر بالسلب سليم في نفسياً. سليم نفسيا اللايف كوتش بقى للعيبة ده حقيقي جدا ده كفايه ان هو يقرا خبر وحش عليه ده هزله ثقته بنفسه فنزل التمرين جات له اصابه وقعد شويه فرجع ما عرفش يعمل كده الجمهور طبعا بيسلخه جدا ما بيرحمش جدا متوقعين دايما الافضل من كل شخص فبيكسر فيه لكن اللايف كوتش لازم يبتدي بقى ان هو يديله ثقته بنفسه تاني ويبتدي انه يلعب على النقط القوه اللي في شخصيته عشان يرجع تاني يوصل للهدف بتاعه احسن من الاول. نيرفانا انت لازم تنورينا مره ثانيه ان شاء الله لان احنا عندنا الحقيقه اسئله اكتر بكتير من حجم الوقت المتاح لينا في الفقره دي بس بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. شكرا لك جدا ميرسي شكرا وهناخد ارقامك بقى ما احنا هنحتاج لك نيرفانا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لحضراتكم كده الحلقه النهارده خلصت بكره ان شاء الله حلقه جديده و10 الصبح نشوفكم على خير الى اللقاء.